مساء الخير عليكم جميعا، وكل سنة طيبين ورمضان كريم. واحب ان اشكر شركه مين فارم طبعا على تفضلهم بتنظيم هذا الويبينار، واشكر الحضور الكريم. واحب اشكر كمان اللجنه الممثله الكليه الملكيه اللي هي طبعا بتنظم هذا الكلام، الدكتور مجيد سرحان، دكتور جاسر البشري، احمد زكريا الشيخ، حسين ابو المكارم، دكتورة وفاء طبعا اللي عملت مجهود ضخم للتنظيم، دكتور احمد مصطفى زميلنا في اسكندريه، وسامح سلامه، والدكتوره بريهام الحلواني اللي محبوسه في انجلترا ومش عارفه تيجي بس هي معانا دلوقتي، وطبعا اللجنه السابقه برئاسه الدكتور احمد دكتور بروفيسور عمرو النوري والدكتور ياسر ابو طالب وحسام فاهم واحمد سيكوتوري وعمر حلمي والدكتوره وفاء والدكتور احمد مصطفى معانا. وطبعا الموضوع النهارده على الاي في اف اكروس كالتشرز، او بالاصح الاسيستد برودكشن تكنولوجي اكروس كالتشرز. طيب احنا عارفين طبعا كلنا ان البيبي الاولاني فيرست بيبي ووز بورن اون ذا 25th اوف جولاي 1978. لما اتولد البيبي ده، دلوقتي النهارده في طبعا حوالي 8 مليون بيبيز مولودين بهذه الطريقه، بطريقه الاي في اف اند ريليتد تكنيكس، اللي هي ايه؟ اللي هي الانتراتيرن انسيمينيشن، الان فيترو فيرتيليزيشن زي ما قلنا، الجاميت انترفيرال ترانسفير، الجيفت، الزفت، الاكسي، كل الحاجات دي. طبعا الحاجات دي لما طلعت حصل كالتشر شوك، الناس تخيلوا يعني ازاي ممكن يحصل ريبرودكشن ويزاوت انتركورس، زي ما استاذنا الفاضل استاذ دكتور يعني محمود فتح الله الاستاذ الفاضل كان يقول لنا دايما، انا دايما بتكلم على سكس ويزاوت ريبرودكشن، لانه هو يتكلم كتير في الكونتراسبشن، انتوا بتكلموا في الريبرودكشن ويزاوت سكس. المهم الناس بقوا جالهم كاتش شوك وبقوا كونفيوزد، انشور، انكلير، بيربكس، لوست، ديس اورينتد، بويلبر، ايه اللي بيحصل ده؟ ومش بس كده، ده طلع بعد كده بقى الكرايو بريزرفيشن اوف سبيرمز اوف اوسايتس اوف امبريوز وذا هول اوفري، حتى علشان الست اللي عايزه تاجل المينوبوز زي ما احنا شايفين في نمره 11 بوستبونينج المينوبوز، او طبعا عشان الناس اللي بيحتفظ بالاوفري عشان الكانسر، سيلكتيف ريدكشن اوف امبريوز، pre implantation genetic screening و testing, sex selection, gamete donation, surrogate motherhood, posthumous reproduction, mitochondrial transfer, embryo stem cell research, therapeutic robotic cloning. فطبعا الحكايه ابتدت يبقى فيها حاجات كتيره جدا، الناس احتاروا خالص. طب يعملوا ايه؟ طب كان الرد بتاعهم طبعا كله الرد يتوقف على الكالتشر بتاعتهم طبعا، بس هو ايه الكالتشر؟ What is culture؟ طبعا الكالتشر از نوتوريسلي ديفيكلت تو ديفاين. الحقيقه لما حاولنا نشوف الكالتشر ده، مور ذان 164 ديفرنت ديفينيشنز اوف كالتشر، والحقيقه ناس الانثروبولوجيست نفسهم they did not agree on one definition about culture. لانه في ناس مثلا تايلر يقول ايه، اتس ا كومبلكس هول which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and so on. في واحد تاني ماتسوموتو بتاع اليابان قال لا، اتس ا سيت اوف اتيتيودز فاليوز بيليفز بيهافيرز shared by group of people. في ناس بقى قالوا زيمرمان قال it's a characteristics and knowledge of a particular group of people. وايه هي المحددات؟ ايه determinants of culture؟ بيخش فيها طبعا social structure, language, education, economic philosophy, political philosophy, بس طبعا مش فيها religion. والحقيقة لو كنا الكلام الجاد في حاجات في in matters of birth, death, marriage or divorce, people usually go back to their religious beliefs. فهم الحقيقة بيرجعوا دايما للمعتقدات الدينية علشان يحددوا موقفهم من هذه التكنولوجيا الحديثة. الـ Pew Research Center عملوا إحصاء سنة 2015 زي ما حصفين حضراتكم، ووجدوا أنه سألوا، وجدوا أن من ضمن 7 مليار إنسان اللي موجودين على الأرض، في 2.2 من عشرة بيقولوا إحنا كريستينز، وفي 1.6 من عشرة مليار بيقولوا ان احنا مسلمين، وفي 1.1 من عشرة مليار بيقولوا لا احنا لا كده، ولا احنا مش تبع حاجة خالص، احنا مش تبع اي ديانة. الهندوس 1 مليار، البوديست نص مليار، فولك ريليجنز اللي هي الديانات الشعبية 400 مليون، اذر ريليجنز 58 مليون، زي البهائيين والزرادشتيين وحاجات تانية. اليهود حوالي 14 مليون، وده الورد بوبليشن. فخلينا نشوف كل مجموعه منهم استجابت ازاي. المجموعه الاولانيه اليهود، اليهود قد ايه؟ اليهود 14 مليون في العالم كله، بيمثلوا 0.2% من تعداد العالم، ولكن طبعا التاثير بتاعهم جامد زي ما احنا كلنا عارفين.
وفي ثلاث انواع اليهود، في 85% منهم اللي احنا بنسميهم ريفورم جوز، اللي هم يعني ما يعني مش متزمتين قوي، بس في 15% اللي هم الكونسرفاتيف جوز، ودول يشملوا الارثوذكس زي الصور اللي احنا شايفينها دي، والالترا اورثودوكس اللي هم الاصوليين قوي يعني، اللي هم بيصيروا 5%، ومنهم مجموعتين في الهاسيديك جوز اللي هم جايين من شرق اوروبا، اللي هم بيتكلموا اليدش اللغه بتاعتهم ومتمسكين قوي، والقرائين الكرايات جوز دول اكثرهم مصريين، اللي هم بيعتقدوا في التوراه بس وما يعتقدوش في الكتب الاخرى الاخرى. المهم ودول توزيعهم ازاي، 44% منهم في شمال امريكا، 41% في الشرق الاوسط طبعا اسرائيل، 10% في اوروبا، 3% في امريكا الجنوبيه، وما بين 1% و2% في اسيا باسيفيك وفي سب سهارا افريقيا. طيب ايه الاستجابه بتاعت اليهود؟ هو الحقيقه التوراه بتقول ايه؟ التوراه سيز ايه؟ بي فروتفول اند مالتيبلاي، يعني ده امر انهم يتكاثروا اند مالتيبلاي. وفي طبعا حاجه تانية موجوده برضو في التراديشن جويش تراديشن، اللي هم البيبليكال ماترياركس، اللي هم الستات الامهات الاوائل في الدين اليهودي اللي احنا عارفينهم برضو كلنا، ساره مرات سيدنا ابراهيم دي طبعا كان عندها انفيرتيليتي، فطبعا يعني ربنا قال له انت هتجيب اولاد، فشي لافت ات ذا بوسيبيليتي اوف بريجننسي، بس ايفنتشلي شي ايزاك، طبعا الملك مصر اداله مريم، اداله سوري اداله ساره، اداله هاجر فخلف منها اسماعيل، وبعد كده ساره جابت اسحاق. ريبيكا اللي هي مرات اسحاق بقى كمان كانت انفيرتايل، وبقى خدت وقت على ما حملت نتيجه البريز. ريتشل اللي هي زوجة يعقوب، هو يعقوب كان عايز يتجوز ليا الأول، وراح لوالدها وقال له أنا عايز أتجوز بنتك، قال له بس اشتغل عندي 5 سنين، فاشتغل عنده 5 سنين، وبعدين لما جوزه اكتشف أنه ما جوزوش ليا، ده اتجوزه راشيل، فقال له لا ده أنا عايز أتجوز ليا، قال له طب اشتغل 5 سنين تاني. المهم اتجوز ليا بعد كده، ومده ما جالهاش، ما حصلهاش حمل، إنما استعملت طرق مختلفة وترجت أختها تبدل الليلة، ففي الآخر طلعت حمل. فموضوع الانفرتيليتي معروف في الجيوش تراديشن. طيب هم بيعملوا إيه؟ All Jews they follow the 10 commandments، الوصايا العشر، but sex differ in their acceptance، هم كلهم طبعا بيتبعوا التعليم اليهودية بس بيختلفوا طبعا. فإذا كان الـ IVF mandatory it is allowed، فخلوا بالكم في الديانة اليهودية برضو في النهاية هي ديانة متسامحة في موضوع الـ IVF ده، فـ IVF is allowed، PGD و PGS also allowed، حلخة يعني حلال كوشيريا، selective reduction is acceptable، embryo research to promote life is also acceptable، therapeutic cloning is also okay، بس طبعا الـ reproductive cloning لا. في حاجة كمان عندهم انه spilling of the seed is forbidden، ما ينفعش معينة من السائل منه ونرميها، فعملوه لهم بقى نان ميديكيتد كوندومز، الربايز بتوعهم الحاخامات بتوعهم قالوا ده احنا ممكن نستخدم نان ميديكيتد كوندومز. وبعدين في حاجة في التلمود اللي هي فوربيد كاتينج اوف ذا سبرم داكتس، يعني ما ينفعش نعمل عمليات على السبرم داكتس وبتاع، ولكن طبعا اذا كانت تيزا ان ميزا ار ضروريين، فطبعا بياخدوا زي حل كده من الحاخام، ودي بيسموها لينينسي، يعني الحاجة الأهم يجب الأقل أهمية. IUI برضو allowed، بس يعني do not waste the sperm، donor insemination is not allowed by most rabbis، بس في النهاية زي ما بيجوا روحوا برضو للحاكمات، وفي حاكمات منهم لينين شوية زي الرباي موشي تندلر، ده راجل معروف عندهم، وموشي فاينشتاين برضو نفس الحكاية زي ما الأستاذ دكتور سيلبر بيقول لنا سنة 2008. If donor insemination is allowed، برضو donor insemination مش مفروض، ولكن في بعض الرباي بيسمحوا بيه، بس إيه بقى؟ إذا كان حيتعمل donor insemination يكون الدونر non-Jewish to prevent adultery between a Jewish man and a Jewish woman. Most rabbis do not allow oocyte to embryo donation، بس برضو لو هنعمل oocyte donation و embryo donation تبقى من non-Jewish donors علشان ما يحصلش adultery، ما يحصلش يعني adultery بين واحد يهودي وغير يهودي. Embryo freezing is also permissible، حلخة
السبير امبريوز ار اولسو كان باسيفلي ديسترويد بس نوت اكتيف ديسترويد، يعني ما استعملناهاش سيبها بقى هي تموت لوحديها بس بتخش تموت. سكس جندر از اولسو الاود لو ايه، لو عندهم اربعه من نفس النوع، ممكن باربع بنات يقوم يجيب يختار ولد. برضو they not accept surrogacy، بس إذا كان حيب ضروري أن يبقى في surrogacy يبقى single Jewish woman is preferred as، لأنه طبعا الأم هي اللي بتconfer Jewishness على الطفل. couples may، ولهذا couples may sometimes look for the right rabbi، بيتسابقوا شوفوا مين في، يعني يروح الواحد كده يكون عاقل شوية، لان هم انا زي الـ 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 يعني بحثوا على فتوى، في فتاوي اقل يعني شده من فتاوي اخرى. وفي الناس الارثوذكس بقى اللي هم المتزمتين احنا شفناهم دول اللي يعني بيصلوا على حائط مكه واللي هم مطولين شعرهم دول، بيقولوا ايه، لا احنا عايزين نخلي حد بقى في المعمل يتاكد ان كل حاجه سليمه، عشان ما يسموهم ستات دول ويسموهم ماشي جوتس، علشان نتاكد كل حاجه سليمه عشان ما يطلعنا لناش طفل ممسوخ اللي هما بيسموه ممسر. ده بالنسبة للدين اليهودي. نيجي بقى للمسيحية. طبعا المسيحية في البيوسا ريسيرش سنتر وجد ايه؟ وجد ان في 2.31% من الورد بوبوليشن ار كول ذم سيلز كريستيانز، وده طبعا اكبر مجموعة. بس الكريستيانيتي نفسها انقسمت الى فروع مختلفة زي ما هنقول دلوقتي، وكل فرع منهم ساعات بيختلف في يعني نظرته للاسيستد ريبرودكشن برضه، يعني طبعا كان في اختلاف يعني تفرعات مختلفة هنقول عليها دلوقتي. طبعا المسيحية سنة 313 كونستانتين جريت عمل ايه، عمل اطلع حاجه اسمها الايديكت اوف ميلان، اللي هو اللي يعني مرسوم ميلان، اللي هو اعلن ان هو اليهود المسيحيه دي حاجه معترف بيها في الامبراطوريه الرومانيه. وبعد 10 سنين قال الامبراطوريه الرومانيه كلها هتبقى مسيحيه. فقالوا له على انهي مذهب؟ قال لا، يعني قالوا له اسكندريه بيقولوا حاجه، والقدس بيقولوا حاجه، وجيروسالم بيقولوا حاجه، وانطاكيا بيقولوا حاجه، وروما بيقولوا حاجه. قال لا، يجوا عندنا بقى هنا في نيسيا اللي هي على الناحيه الاخرى من قسطنطينوبل، قسطنطينوبل اللي هي مدينه قسطنطين اللي هو بناها طبعا، اللي هي دلوقتي اسطنبول. فراحوا في نيسيا اللي هي النهارده اسمها في تركيا اسنيك، وراحوا بقى ناقشوا شويه حاجات اهمها كانت طبعا الاريان question، انه كان في طبعا اريوس السكندري كان بيقول حاجات مش موافق عليها الكنيسه ان المسيح المهم. فطبعا القديس اثناسيوس اللي هو مؤسس الكنيسه القبطيه في مصر هو طبعا تصدى له ويعني كفره وطلع من الـ من الـ من اتنفى يعني. وبعد كده ناقشوا كمان الديت اوف سيليبريشن اوف ذا ايستر. جاء بعد كده الكونسل اوف افسوس، ده كان فيه طبعا نستور كان بيقول برضو حاجات، بيقول ان ماري اس كريستوتوكس يعني كريست بيرر، قال له لا ده كريست جود بيرر. وبعد كده هم برضو نستور اتنفت الحاجة بتاعته، والعمل يعني كان في هذا الـ 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 يعني وقت هو كان سنسيريل اوف الكساندريا اللي هو ابن اخو القديس او البابا توفيلس. بعد كده هو كان في مجمع خلقدونيا بعده، اللي هو بقى اللي احنا عايزين نقول عليه ده، لان هو ده اللي فيه انفصلت الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه كنيسه الاسكندريه، لانه كان بقى هل هو مونيفيزايت ولا بوليفيزايت، المهم يعني انفصلوا ساعتها. ومش بس الكنيسه القبطيه بتاعت اسكندريه، السيلر الارثوذكسيه بتاعت انطاكيا وبتاعت ارمينيا وبتاعت الهند وبتاعت اثيوبيا وبتاعت اريتريا كلهم طبعا انفصلوا في ذلك الوقت، اللي هو في مجمع خلقدونيا اللي هو 451، اللي هو زي ما انتم شايفين هنا حضراتكم، لان في مجمع افسوس انفصلت الكنيسه الاشوريه هنا والكلدانيه، وبعد كده انفصلت الكنائس الاخرى. وبعد كده بقى في سنه 1054 انفصلت بقى، حصل الجريتشيزم اللي هو الفصل الاكبر اللي هو الايسترن اورثودوكسي اللي هم الكنائس الشرقيه جريك اورثودوكس. خلوا بالكم هنا في فرق بين الايسترن اورثودوكسي والاورينتال اورثودوكسي. اورينتال اللي هي الكنيسه القبطيه المصريه والكنائس المصاحبه لها السبعه هم، والايسترن اورثودوكسي اللي هم كنائس اليونانيه والشرقيه وكده هنقول عليهم دلوقتي.
وبعد كده بقى في القرن الستاشر حصل بقى البروتستانتيزم بقى والريستور ايفورميشن زي ما بيقولوا عليها في انجلترا. فطيب ايه بقى ديستريبيوشن اوف ذا فيريس كريستيان دومينيشن؟ الكاثوليكس 50% من المسيحيين في العالم كاثوليك و36.7 من 10 بروتستانت، 12% أرثوذكس اللي هم الكنيسة اللي هم الأرثوذكس الإيسترن أرثوذكس بتوع اليونان وروسيا وكده، أذر كريستيانز 28% اللي بما فيها الكنيسة القبطية، وادي الترتيب بتاعهم. طيب بيقولوا إيه؟ طبعا زي ما بنقول هنا most of the churches are opposed to assisted reproduction but some of them are more fiercely opposed than others. طيب إيه بيقولوا إيه الكاثوليك اللي هم بيتبعوا كنيسة روما والبابا بتاع روما؟ شايفين حضراتكم في مسلة مصرية حتى في الفاتيكان، روما فيها 17 مسلة مصرية، بس الحقيقة المسلات دي هي موجودة هناك من أيام الرومان، دي مش حاجة جديدة، ما داش مع محمد علي، دي من أيام الرومان. المهم دلوقتي بيقولوا إيه الكاثوليك؟ الواحد وواحد من عشرة بليون كاثوليكة، واحد واثنين من عشرة بليون كاثوليكي اللي بمثلوا 50% من الورد كريستيانز، بيقولوا في 3 leading principles. أولا بيعتمدوا على الهولي بوك البايبل وعلى church traditions. بيقولوا فيه ثلاث principle: the protection of the human being from the moment of its conception, that the child is the fruit of marriage, or that integrity and dignity of honors must be taken into consideration in all these matters. وبناء على هذا البابا بايوس 12 قال لك من الأول من سنة 56 قال إن artificial fecundation is immoral and illegal. وهذا الكلام بقى reinforced by Pope Paul the Sixth in 1968 وأو again 1987 قالوا لا الحاجات دي هي ممنوعة. ما كانش لسه طفل، لا كان 56 كانش لسه طلع، 87 بقى كان طلع، فحصل تأكيد بهذا الكلام. وبالتالي فall forms of assisted reproduction بناء على الكنيسة الكاثوليكية including IUI, IVF, ICSI, embryo transfer, surrogate mother, كل ده are not accepted. وبعدين IUI can be accepted if the semen is collected by sexual intercourse, while AID طبعا donor insemination is forbidden. وبرضو the Catholic Church considers the zygote, pre-embryo, embryo and fetus as persons. وبالتالي ما ينفعش ان يتعمل اي تجارب على ما ينفعش يتعمل pre-implantation diagnosis، ما ينفعش يتعمل اي حاجة على ولا PGD ولا PGS ولا بتاع. ولهذا لما حصل القانون في ايطاليا ويعني انصاعوا الكنيسة الكاثوليكية ما كانش ممكن يعملوا الحاجات دي خالص، وابتدوا ان هم يحاولوا يعملوا بقى ايه ovum selection، يحاولوا يشوفوا من الاول، قالوا لهم لو تعملوا fertilization لثلاثة اج لازم ترجعوا ثلاثة اج، فانت تختار من الاول عندك 10 بويضات تختار الثلاثه اللي عايز تعملهم انسيميشن لان دول اللي هترجعهم. فابتدى بقى لورا رينزي لو تفتكروا حضراتكم بتاعت روما وبتاع، ابتدوا يعملوا ازاي هاو تو سيلكت الاووسايت مش هاو تو سيلكت الامبريو، عشان كل الاووسايت اللي انا هعمل لها فيرتيلايزيشن لازم ارجعها. الحقيقه هو القانون ده اتلغى دلوقتي، رجعوا فيه لان طبعا حصل مشاكل كتيره في ايطاليا ونسبه الحمل نزلت خالص لما انصاعوا للكنيسة الكاثوليكية، وناس كتير طبعا ما كان تعمل قانون فكانش الناس يقدر يخلفوه داخل البلاد داخل إيطاليا، وكتير منهم فتحوا سنتر زي صديقنا دكتور بروفيسور لوكا جنرولي راح فتح في سويسرا، واللي فتحوا في أماكن أخرى. جه بقى في القرن 16 لما قلنا 1517 في نفس السنة اللي موقعة مرج دابق اللي جه فيها سليم الأول فتح مصر، كان مارتن لوثر بيتمرد على الكنيسة الكاثوليكية وحط بقى الفيمس 95 ثيسس دول على تشورش اوف فيتنبرغ في ألمانيا، وبعدين طبعا اتشلح من الكنيسة فهو أسس كنيسة لوحده، وقال والبروتستانتس اللي هم يعني المعترضين المتمردين، وبدأت كنيسة البروتستانتية بتاعت بس طبعا جه بعد كده في ناس تانيين بقى، في جون كالفن في جنيفا عمل كنيسة لوحده، وبعدين في الانجليكانز بتوع انجلترا زي ما هنقول والانابابتس، وادي مارتن لوثر زي ما قلنا، دي كلها تشمل كلمة البروتستانت اللي هم انفصلوا من الكنيسة الكاثوليكية في القرن 16 زي ما قلنا، لانه في طبعا مارتن لوثر، يعني مش هنخش بقى في تفاصيل وتفاصيل كتيرة يعني. طيب البروتستانت طبعا أقل حدة من الكاثوليك، ولكنهم they vary in their beliefs. There is no one set of ethical guidelines كلهم،
بس طبعا لما بيعملوا اي في اف بيليميت اي في اف تو ماريد كابلز، ما فيش بقى حاجه اسمها ايه اوتسايد ويد لوك او مثلا بقى اوفم دونيشن ولا سبيرم دونيشن ولا كلام من اول امبريو، وكل امبريوز ماست بي ريبليسد. ما ينفعش تعمل فيرتيليزيشن زي ما قلنا لخمس بيضات وتختار اللي عملت له ترجعه. ده اللي بتقوله معظم الكنائس البروتستانتيه. طيب في واحده منهم اللي هي الكنيسه الانجليكيه اللي هي اللي في انجلترا. يعني ايه حكايتها دي؟ عارفين حضراتكم يمكن هنري الثامن ده كان متجوز بنت ملك اسبانيا، وبعدين حب واحده اسمها آن بولين وعايز يتجوزها وعايز يطلق الاولانيه. فطبعا البابا بتاع روما قال له لا ما ينفعش الكلام ده هو، فقال له يعني ايه ما ينفعش بتاع. المهم تمرد على البابا وعمل اللي في مخه، فالبابا شلعه من الكنيسة، فراح مؤسس كنيسة لوحده. قال خلاص أنا هعمل الكنيسة الأنجليكية وحبقى أنا رئيس الكنيسة، وحجيب واحد اسمه الأرشبيشوف أوف كانتربري يبقى هو كده يمشي شغل الكنيسة. ولهذا النهاردة ملكة إنجلترا هي رئيسة الكنيسة الأنجليكية، والأرشبيشوف أوف كانتربري هو دكتور جاستن ويلبي. في حوالي 85 مليون أنجليكان في العالم النهاردة، معظمهم في إنجلترا طبعا، بس في طبعا في أفريقيا وفي المستعمرات كتير منها أنجليكانز، وفي أنجليكانز في مصر طبعا. بيعملوا إيه بقى؟ they do not offer immoral status to the embryo. ما بيقولش الإمبريو ده مقدس زي بقى الكنيسة الكاثوليكية ما بتقول. ولهذا they allow assisted reproductive techniques والآي في إف embryo transfer. ما كانوش بيوافقوا على جميد دونيشن، بس بقى بيقول لك ايه في الاخر بيحصل ضغوط عليهم، ودلوقتي they have recently accepted جميد دونيشن by third parties and so on. بس طبعا they are also they expressing concern على حكاية single women and gay couple، انه يعني ما نفضلش حكاية ان يتعمل IVF للجي couples او السنجل women. بس ده طبعا ده رأي الكنيسة الانجليكية. هل الناس بقى في انجلترا وفي بيسمعوا الكلام ولا لا؟ طبعا القانون الوضعي في انجلترا بيسمح. نيجي بقى للايسترن اورثودوكس كريستيانيتي اللي هم بتوع اليونان وبتوع روسيا وكده. ايه الحكايه بقى؟ الحكايه زي ما بنقول في سنه 1054 حصل ما يسمى بالجريت شيزم، الانفصال الكبير. انفصلت بقى كنيسه روما عن كنيسه القسطنطينيه، وكانوا الاثنين هم فرعين ماشيين متوازيين، وكان الارشبيشوب هنا زي البابا هنا، وكانوا متعاونين خالص. لغايه ما جه سنه 1054 البارتريجيت مايكل سيريولاريوس، ما كانش في بقى ايامها كانوا بين اثنين باباوات، بابا مات والثاني لسه ما انتخبوش، فالبطريرك مايكل سيريولاريوس ريفيوز تو ريكوجنايز ذا تشيرش اوف سوري البطريرك مايكل سيريولاريوس اللي هو بتاع القسطنطينيه رفض ان يعترف ان تشيرش اوف روم اقوى منه. زي ما قلنا لغايه هذه الفتره كانوا الكنيستين يعني في نفس الليفل. ابتدى بقى روما تبتدي تقول لا احنا احسن منكم بتاع، فمايكل سيريلاس قال انا مش موافق على كده. فالكارديال هومبرت اللي هو ما كانش فيه بابا ايام، كان الكارديال هومبرت اكس كوميونيكيتد للباترياك سيريلاس، راح الثاني عمل له اكس كوميونيكيتد، فحصل الجريت شيزم وبدات كنيسه الايسترن اورثودوكس الكنيسه اليونانيه الشرقيه. بقى في اللي هي وادي كانت طبعا مقرها هاجيا صوفيا اللي هي هولي ويزدم في صوفيا، يعني ويزدم طبعا هاجيا صوفيا كاثيدرال في القسطنطينيه اللي انشاها الامبراطور قسطنطين اللي هو خلى الدوله الرومانيه تبقى مسيحيه. فالامبراطور قسطنطين كان اسس هذه الكنيسه، ومش يعني هو ابتدى كده بس سمى المدينه على اسمه، لا دي عملها جستينيان بعد كده الكنيسه، انما هاجيا صوفيا كانت مقر طول عمر لغايه ما جه طبعا السلطان محمد الفاتح، فاتح سلطان محمد زي ما بيسموه في وكان عنده 19 سنه، وطبعا حاصر القسطنطينيه ولفوا وشالوا المراكب ومشوها على الارض عشان يلفوا الناس اللي راحوا اسطنبول، عارفين يمكن اللي هو الخليج الجولدن هورن زي بيقولوا عليه، ولفوا بالمراكب ونزلوها تاني في البحر ولفوا من ورا وحصروا المدينه من ورا، وفتح القسطنطينيه سنه 1453. الشيزم حصل زي ما قلنا لكم 1054، وبالتالي بعديها ب 400 سنه او ب 399 سنه حصل بقى ان محمد الفاتح فتح القسطنطينيه، وطبعا عمل فيها المآذن، حولها الى جامع. هي النهارده طبعا ميوزيم، يعني كمال اتاتورك حولها لميوزيم، انما هي كان محمد الفاتح عم حولها الى مسجد، وعمل فيها طبعا مع اربع مآذن اللي هي عامله زي القلم الرصاص دي
اللي هي على الطراز التركي زي المأذنة بتاعت مأذن بتاعت جامع محمد علي في القلعة لو تشوف حضراتكم. المهمة تحولت إلى مائن. فطيب حصل إيه بقى؟ حصل إن الكنائس الإيست أورثوذكس بقاش الراجل بتاع قسطنطينية بقى موجود، بس ما بقالوش الإيه الحاجة اللي بقاش هو بقاش هو الرئيس الكبير، ما بقى إيه بقى بريمس انتر بارس، بقى واحد من أربعة، بقى واحد first among equals يعني. فهم دول الأربعتاشر كنيسة اللي انقسموا بقى major eastern orthodox churches، كل واحدة فيها لها الأرشبيشوب بتاعها. حتى في واحدة منهم في اسكندرية دي ما هاش دعوة بالكنيسة القبطية، دي الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في اسكندرية، أنطاكيا، يروسلم، جورجيا، سربيا، رومانيا، راشا، بلغاريا، وورسو، ألبانيا، أثينز، سايبرس، تشيكوسلوفاكيا. بس هو الراجل بتاع قسطنطينوب إز بريمس إنتر بارس، يعني بندولوش وضعه شوية كده، إنما هو إيه ملوش سيطرة عليهم. طيب الكنائس دي بتعمل إيه؟ They are not as strict as the Roman Catholic Church. فبي allow IUI using the husband's sperm but not do not allow IVF and they suggest adoption as an alternative adoption. If this is not possible then the church could accept fertilization techniques بس على شرط برضو ترجع كل الفيرتيلايزد امبريوز. فقريبين قوي من الكنيسة الانجليكية اللي هم الايسترن اورثوذكس تشيرشز، ولهذا الدول اللي هي اليونان والدول البلقان دي كلها بتعمل اي في اف وروسيا. نيجي طبعا بقى للكنيسه القبطيه المصريه اللي بيرأسها البابا تودروس، وهو طبعا اللي ما يعرفوش حضراتكم ان هو من كل يعني خريج كليه الصيدله جامعه اسكندريه وانسان جميل. فالمهم وهو طبعا بابا الاسكندريه وبطريات الكرازه المرقسيه، لانه القديس مرقس الرسول هو اللي نشر المسيحيه في مصر طبعا، وهو اصلا مولود في شمال اشليبيا في منطقه بنغازي يعني في سيريناي زي ما بيقولوا عليها. وبالتالي الكنيسه القبطيه زي ما قلنا انفصلت في مجمع كالكدونيا عن بقيه الكنائس واصبح لها وضع مستقل، وهي طبعا is very open minded. لان طبعا لو حضراتكم طبعا عارفين ان كثير من الرهبان الكبار اللي في الكنيسه من اطباء وصيادله وناس متعلمين. المهم التريسز توك باك تو سانت مارك زي ما قلنا، دي ابوستل هو بريتش الكسندر ايجيبت، وهم النهارده في حوالي 15 مليون موجودين اكثرهم في مصر، ولكن في طبعا في الولايات المتحده واوروبا واستراليا. طيب it is more lenient than the other Eastern Orthodox Church حتى، لأن ال IVF is accepted. Embryo transfer must be performed to the mother طبعا ما دام من الأم وما دام من الأب، وفي خلال يعني جواز موجود دلوقتي الأب والأم ما جوزوش وطبعا ما انفصلوش يعني كمان. وال artificial insemination of husband is also accepted، يعني لو بناخد من الراجل وحط لمراته is acceptable، بس جميل donation طبعا is not accepted. في بقيه الكنائس بقى اللي هي الصغيره بقى زي اللي قلنا عليهم قبل كده، هم بتوع اكثرهم التنويعات البروتستانت المختلفه. most of these churches accept IVF. فيهم واحده بس scientist church اللي هي بيسموها scientist church، يعني دي كنيسه حديثه وداخله في العلم قوي بتاع. معظم الكنائس الثانيه المسيحيه accept IVF with spouses gametes، يعني من الراجل ومراته، and no embryo wastage، ما فيش حاجه تترمي برضه، كل حاجة تتعمل لها fertilization ترجع، وجميد donation is forbidden، مفيش جميد donation، مفيش donation، مفيش donation. وما عدا Christian Science Church يعني واخدينهم واخدين الموضوع علمي أكتر، فthey leave they might find the destination decision to the individual couple، يعني قالوا الكابل هم اللي حددوا بقى حتى إذا كانوا عايزين donor insemination. طيب في كنيسة تانية اسمها المورمون تشيرش. المورمون تشيرش استأنست في نيويورك، وبعدين نقلوا راحوا بقى الهيد كورتز بتاعتهم في سولت ليك سيتي لو تعرفوهم حضراتكم. ودول حوالي 6.5 مليون، ودول دي ابستين فروم الكحول كوفي تي اند بروهيبت ادلتري هوموسيكشوال بيهير، هم متشددين في الحاجات دي قوي، ويمكن حضراتكم اسمع عنهم. في بعده في يعني بسيط منهم بيسمح بتعدد الزوجات كمان، انما هم في الوقت they allow IUI و IVF و ICSI
but they strongly discourage gamete donation زي برضو معظم الكنائس البروتستانتية. نيجي بقى الإسلام طبعا. والبيو ريسيرش سنتر قال ان 23.2% من البوبوليشن از يعني تقريبا ربع ار مسلم وهم حوالي 1.6 مليار. والاسلام طبعا عارفين احنا في المسلمين السنه وفي المسلمين الشيعه. والمهم هنا هو ان احنا نقول ليه بقى، لان السنه بيعملوا حاجات والشيعه بيعملوا حاجات مختلفه شويه في الاي في اف والاسيستد برودكشن عموما. طيب خلينا الاول في السنه. السنه طبعا 90% من المسلمين سنه تقريبا يعني، والمذاهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي المذاهب الاربعه المشهوره، وده التوزيع بتاعهم. يعني مثلا شمال افريقيا كلهم مالكيين، والافريقيا والحته دي كلهم مالكيين. السعوديه طبعا والجزيره العربيه اكثرهم حنبليين. الازرق هنا دول شافعيين، الصعيد في مصر شافعيين، واللي فوق حنفيين. واحنا ليه حنفيين؟ لان تركيا حنفيه، والدول اللي جنب تركيا الاخضر ده كل الدول اللي تركمانستان اللي هي روسيا والجمهوريه الاتحاد السوفيتي السابقه كلهم دول برضو حنفيين. اللي بقى الشافعيين كمان اللي هم الازرق دول اللي هو الشرق اوروبا شرق افريقيا زي ما شايفين حضراتكم، وجزء كبير من جزء من اليمن يعني، وبعدين طبعا اندونيسيا وماليزيا وكده هم دول برضو شافعيين. في مجموعه هنا اللي هم الاباضيه اللي هم دول بتوع عمان، وده يعني مذهب قديم قوي من الاول خالص يعني التوزيع المهم يعني. فخلينا في السني اسلام. السنيين بيعملوا ايه؟ نو سنجل سبلي. طبعا المسلمين ما عندهمش واحد بيحدد كده زي البابا بتاع روما مثلا. ففي طبعا فتاوى نوت بايدنج بات ان براكتس سني مسلم دي فولو ذا فتواز. The law of Muslim countries follow these fatwas in most instances. طيب في بقى ايه؟ اثنين فتاوى بتستند عليهم القواعد الحاليه. اثنين فتوى واثنين جايد لاينز. في فتوى من الازهر سنه 1980 بعملها الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله عليه، وفي فتوى ثانيه من مجمع الفقه الاسلامي وده كان في مكه سنه 1984، والاثنين دول هم اهم فتوتين موجودين. وفي جايد لاينز برضه من الاورجنايزيشن اوف اسلاميك ميديسن، وفي كمان الاسلاميك ادوكيشن ساينتفك اند كلتشر اورجنايزيشن اللي هي زي بيقولوا عليها اليونسكو بتاع العربيه، ودي كانت في موروكو 2002. فهم دول الاربع حاجات اللي يستند اليهم في المسلمين السنة اللي هم ايه؟ الاول فورمز اوف اسيستد برودكشن اكسبتد ما دام ما هي بين ذا هازبند اند وايف ديورينج ان اكزيستينج مارريج. كرايو بريزرفيشن سبرم اند اوتوزا اولسو الاو. كرايو بريزرفيشن اوم امبريوز الاو. ريسيرش اوم امبريوز لغايه 120 دي از اولسو الاو، لان طبعا الاربع مذاهب الفقهيه ان الروح بتخش بعد 120 يوم. وزي ما قلنا في الرباط قالوا طيب برضو احنا بسجست الريسيرش كان اونلي بي دان انتل ذا دي اوف 48 دايز، بلاش تعملوا ريسيرش على الامبريوز لغايه 14 يوم. ده كان الراي في الرباط في السعودية اللي هي اليونسكو. في ريدكشن اولسو الاود ما دام يعني بتدفع الضرر الاقل يدفع الضرر الاخر. Sperm and oocyte donation are not allowed. طبعا pregnancy after the menopause is allowed when cryo using cryopreservation of a site of the same owner. إذا الست عايزة تحفظ البويضات ممكن تعمل كده. Therapeutic cloning is allowed بس طبعا reproductive cloning is inhibited. وsomatic gene therapy طبعا somatic gene therapy is allowed but germ gene therapy is still debated. وطبعا يعني لغاية دلوقتي not allowed. Surrogacy is not permitted. فالمهم فالسرج از نوت بيرميتد ان سولي مسلم. ذير از ا نيو ديبيت كومبيرنج سرج. دلوقتي في ناس بيقول لك ما هو السرج ماذر دي زي المرضعه وبتاع يعني، حصل كلام منها لما كانت حتى هذه اللحظه الاتفاق في الاسلام السنه ان السرج سي از نوت الاو. بري امبرنت جينيتك سكريننج و جي دي بي جي اس تو افويد جينيتك از الاو. بري سكس سيليشن از نوت الاو فور ذا فيرست تشايلد بس اتس الاو اف ذا كابل هاف اوريدي تو تشيلدرن of the same sex. ودي فتوى طلعتها ده الافتاء سنة 2016، وإذا كان في اثنين من نفس النوع ممكن نعمل sex selection. ده الفتوى اليهود بيقولوا أربعة من نفس النوع. طيب ده بالنسبة للإسلام السني.
طب ايه بقى الاسلام الشيعي؟ الاسلام الشيعي زي ما حضرتك 10% تقريبا، وهم اكثرهم طبعا 90% اللي هم الاثني عشريه اللي بيؤمنوا ب 12 امام، ال 12 امام والامام الاخير اللي هو الامام المهدي طلع فوق الجبل واختفى وهيجي في اخر زمان عشان الكلام. كل اللي هم الايه الاثني عشريه اللي اكثرهم في ايران طبعا، بس في مجموعه ثانيه اللي هم الشيعه الاسماعيليه اللي هم سابوهم حتى السبعيه، لان هم لما وصلوا الامام جعفر الصادق، جعفر الصادق كان له ابنه اللي هو موسى الكاظم، وكان راجل تقي وكويس معظم الناس مش معاه، بس الحقيقه موسى الكاظم كان له اخ اكبر منه اسماعيل، يعرف الناس ان الشيعه دول مشوا معاه اللي هم الشيعه الاسماعيليه. والشيعه الاسماعيليه دول ايه بقى؟ مشوا معاه وبعد كده اختفوا. اختفوا وطلعوا بعد كده ظهروا في طبعا موضوع التقيه اللي موجود في الشيعه ان هم لما يروحوا مجتمع معايا فيختفوا وبعدين ايه لما تسمع الزوف يظهر، فظهروا في المغرب. طلع عبيد الله المهدي قال انا المهدي المنتظر، قالوا له ازاي وتعالى انا المهدي المنتظر، وعمل دوله سماها دوله المهدية او دوله الفاطميه في المغرب، ثم توسعت تونس، وتونس طبعا اقليه اللي هي سيسيلي، وبالتالي وجه بقى اللي سموها الدوله الفاطميه، واسسوا مدينه اسمها المهديه في تونس على الساحل الشرقي لتونس. وكان الخليفه الرابع بتاعهم اللي هو لان كان خليفه عمل نفسه خليفه، وفي هذا الوقت كان في ثلاث خلفاء، كان في خليفه العباسي اللي هو كان ضعيف في هذا الوقت، وكان في الخليفه في الاندلس كان المنصور عملوا نفسهم خلفاء امويين لان هم طبعا اصلا امويين، وكان في الخليفه الفاطمي عمل نفسه خليفه، وكان الخليفه الرابع اللي هو المعز لدين الله الفاطمي، وكان قائد الجيوش بتاعه جوهر الصقلي لانه صقليه سيسلي، فبعته مصر، وكانت مصر في اخر الدولة الإخشيدية طبعا ضعيفة بقى بعد كافور الإخشيدي، فبعته فاحتل مصر وبنى مدينة القاهرة وأحاطها بالسور ولها باب فوق باب الفتوح وتحت باب زويلة وفي باب العسكر وباب الشمس، وعمل شارع من فوق لتحت كده من شمال لجنوب شارع المعز، وشارع من اليمين للشمال اللي هو شارع جوهر القائد اللي جزء منه اسمه الموسكي، وأصبح جوهر الفتوح، وعمل قصر للخليفه طبعا المعز لدين الله، وقصر ثاني لابنه اللي هو العزيز، ففي بينهم الشارع اسمه بين القصرين، وطبعا يمكن حضراتكم عارفين الكلام ده في القاهره اكثر مني. انما هم دول كانوا شيعه اسماعيليه، فجم بقى وقعدوا في مصر، وهم في مصر بقى زي ما قلنا الاولاني معز لدين الفاطمي، بعد منه العزيز، بعد منه الحاكم، والحاكم ده كان مجنون شويه وادها الالوهه فهرب، ناس طلعوا وراه فهرب وراح، يقال ان هو راح شمال سوريا، واصبح هو يعني الى جبل الدروز، واصبح هو في المعتقد ان هو الـ النبي بتاع الدروز، والله اعلم الدروز اللي هم طبعا زي كمال جنبلاط ووليد جنبلاط وزي فريد الاطرش طبعا سلطان باشا الاطرش، وفريد الاطرش واخته اسمهان وامل كلوني مرات جورج كلوني، دول الشيء اللي هم الدروز يعني، ده مجموعة يعني انفصلت من الإسماعيليين، بس استمروا بعد كده الإسماعيليين، وجي واحد اسمه المستنصر الخليفة المستنصر. حصلت في أيامه مجاعة كبيرة جدا، وكانوا ناس بيأكلوا القطط والكلاب، والنيل ما بقاش يطلع، وسبع سنين وبتاع عجاف، فاستنجد بواحد اللي هو حاكم عكا كان اسمه بدر الدين الجمالي، امير الجيوش بدر الدين الجمالي، قال له تعال شوف لنا الموضوع ده، قال له طب هاجي بس ايه امسك انا كل حاجه بقى، بقى رئيس الوزراء، قال له تمسك رئيس الوزراء، فبقى الحكم في ايده، وعمل طبعا شارع الجماليه اللي انتوا، هو كان ارمني على فكره بدر الدين الجمالي ده، وعمل الشارع اللي اسمه جماليه اتولى سينا جيب محفوظ، ويمكن حضراتكم عارفينه اكتر مني برضو، وطبعا مسك الحكم. لما بقى مات المستنصر كان عنده ابنين، واحد منه اسمه نزار والتاني اسمه المستعلي، والنزار ده وده بقى اللي جه من اللي مشوا وراه هم الشيعة الإسماعيلية النزارية، والتانيين اللي هم عملوا البهرة اللي هم بيجوا كل كام سنة هنا، وكانوا هنا السنة اللي فاتوا قبل رئيس عبد الفتاح السيسي سلطان البهرة، وطبعا النزاريين بقى اللي هو الرئيس بتاعهم اللي هو الأغا خان، لأن النزاريين بقى بعد كده طلعوا بقى اختفوا من مصر لما جه صلاح الدين الايوبي بقى وقضى على الشيعة، فاختفوا وراحوا بقى في شمال
إيران عملوا في قلعة ألموت، عملوا بقى مجموعة الحسن الصباح اللي هم اللي بيسموهم الحشاشين اللي بقى يعني إرهابيين كده، وبعدين قضوا عليهم مغول. المهم واختفوا تاني وظهروا في الهند، والملك بتاعهم قال أنا الأغا خان بقى، فوزنوه بالذهب وبقى غني جدا، والرئيس بتاعهم زي ما بنقول زي ما. هما طبعا دي توزيعات الشيعة، مش هنخش بقى أكتر من كده في تفاصيل، إنما النهاردة زي ما قلنا في الشيعة الاثنى عشرية اللي هم طبعا لغاية ما يجي المهدي بيعينوا واحد كده من كبار العلماء يعملوه هو إيه آية الله العظمى، ده يعني دي في حاجة اسمها مبلغ الدعوة وحجة الإسلام، وبعدين في اللي هو آية الله، وبعدين آية الله العظمى علي خامنئي، ده هو ياخدوا رأيه بقى اللي هم الشيعة الاثنى عشرية. أما الشيعة الإسماعيلية الزعيم بتاعهم اللي هو كريم أغا خان الرابع اللي هو طبعا عايش في سويسرا وكده، إنما هم أكثرهم عايشين في باكستان، ومفضل سيف الدين اللي هو زعيم البهرة اللي هو سلطان البهرة زمان. المهم دي بس مقدمة الشيعة. فأدي الشيعة الاثنى عشرية ابتداء من الإمام علي وحسن وحسين والسجاد، وطبعا والإمام محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى القاسم وعلي الرضا والتقي والنقي والحسن العسكري، وبعدين الإمام المهدي. 10% من المسلمين شيعة، في أكثرهم 12 اللي ليف منلي إن إيران، the other 10% are Nizari Ismailis or the Woody Bohara and they live mainly in Pakistan, India and surrounding countries. طب بيقولوا إيه؟ كلام بيستندوا إلى فتوى عملها الآيت الله علي حسن خامنئي اللي احنا شفنا صورته ده، وهم كل حاجة عندهم زي السنة إلا أنهم بيسمحوا بالجميل دونيشن. بيسمحوا بالجميل دونيشن ده كتاب طبعا، في كتاب جميل بتاع مارشا إنهورد. مارشا إنهورد دي أستاذة في جامعة ييل دلوقتي بتتكلم في المواضيع دي كتير، أستاذة أنتروبولوجي وعندها شغل كتير جدا في هذا الموضوع، بس هي ابتدت حياتها في مستشفى الشاطبي حيث كانت في كل زملاتنا عارفين انها كانت بتيجي في الشاطبي يقولوا الامريكانيه جت وبتاع. المهم بيسمحوا بالجميل دونيشن. ليه بيسمحوا بالجميل دونيشن؟ جم سالوا آية الله العظمى، قالوا له احنا عايزين نعمل كذا كذا، قال لهم does it involve sexual intercourse؟ قالوا له لا. لو خلاص what is المحرم هو sexual intercourse، انما اي حاجه تانية تعتبر علاج، يبقى خلاص عايزين تعملوا جميل دونيشن اعملوا جميل دونيشن. فابتدوا يعملوا اوسايد دونيشن، طب يعملوا بس وفكروا كمان يعملوا سبرم دونيشن، بس سبرم دونيشن مش ماشيه، وهقول لحضراتكم ليه بقى. وقالوا بقى ان في سبرم دونيشن الابن ممكن يعني هي ويل فولو ذا نيم اوف ذا انفيرتايل فادر، يعني الشخص اللي هو الازوسبرميك ده الابن هيبقى هياخد اسمه، بس ممكن يورث من البيولوجيكال فادر. وبعدين بيسمحوا بالسروجسي كمان از اولسو اكسبتد. طيب طب بيعملوا ايه بقى اذا كانوا هيعملوا اوسايت دونيشن؟ في هم طبعا عندهم زواج المتعه، يعني ايه؟ يعني واحد يتجوز واحده لفتره محدده، يقول لي انا هجوزك شهر، انا هجوزك 3 شهور، انا هجوزك يوم. فالمهم قالوا خلاص احنا نعمل محاكم معينه او مكاتب معينه، يجي الراجل يعقد قرانه على الست الدونور دي وتبقى مراته في متعه ولغايه ما ياخدوا منها البويضات، وبعد كده ينفصلوا، يعني خلاص ما هو الزواج محدد بفتره معينه ده. فبيروحوا ديس شيع كورت وبعدين after which the marriage is dissolved. طبعا الكلام ده غير مقبول لدى السنه، السنه عندهم طبعا جواز المسيار ده موضوع تاني، انما المتعه غير مسموح به في السنه، ده مسموح به في الشيعة. طبعا بيعملوا كده لما بيعملوا اوسايد دونيشن. لما جم يعملوا بقى سبرم دونيشن ما عرفوش، قال ما الست الراجل ممكن يتجوز 2 بس الست ما تقدرش تتجوز واحد، ما تقدرش تتجوز راجلين، فهم واقفين عند الحته دي مش عارفين يحلوها ازاي. نيجي بعد كده للهندوسيه. ايه الهندوسيه دي؟ طبعا في حوالي 1 مليار واحد في العالم بيقولوا ان احنا هندوس، 15% من البوبوليشن، وهم 4 انواع، اللي بيعبدوا الاله فيشنو واللي بيعبدوا الاله شيفا، وبعد كده بقى في السختيزم وفي السمارتيزم. المهم في 4 انواع مش هنخش فيهم، ولكن دي ديانه قديمه جدا اكتر من 4000 سنه، وعلى فكره ده السيمبل بتاعهم، السيمبل بتاعهم هو السواستيكا، وده اللي خدوا منهم هتلر، بس هو قلبه على الناحيه الثانيه، قلب
يعني معوج من يمين شمال وشمال يمين، بس هم ان هم طبعا عندهم نظام الطبقات، والطبقات لا تختلف ببعض، والطبقات في عندهم البراهمنز اللي هم رجال الدين، وبعدين الكاستيا اللي هم المحاربين، وبعدين الفيشنو اللي هم رجال المهنيين، وبعد كده في المنبوذين بقى دول، يعني كل واحد ياكل مع ويتجوز من 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 دو من دو من من الطبقه بتاعته، او اللي يحضر له الاكل يا من الطبقه بتاعته يا من الاقل منه. لو واحد من المنبوذين الخيال بتاعه عدى على الاكل بتاع البراهمه لازم الاكل يترمي. ففي يعني حاجات صعبه شويه كده هو المهم. بس هي طبعا ولهذا خدها هتلر وعملها النظام بتاعه. طب بيسمحوا بيه هم بقى في موضوع الاي في اف ده؟ they are very ليبرال. هم طبعا الديانه عندهم بتعتمد على التيتشنجز بتاعت الفيدز، الكتب المقدسه بتاعتهم. دي بيليف طبعا الري انكارنيشن، واللي روح تحل والكارما وبتاع، والهيومن سول از ايترنال، وبتنتقل من واحد لواحد. اذا كان راجل بيعمل شغل كويس يبتدي في الحياه الاخرى ينتقل لحاجه اعلى، حاجه اعلى، لغايه ما يوصل الى المكاشا اللي هي زي النيرفانا. اذا كان حاجه وحشه تنخفض الروح بتاعته، المره بقى جاي بقى كلب او يبقى أوطى أو يبقى كونفيسة أو غيره. فالمهمة دي معتقدات بتاعته. إنما خلينا إحنا في الـ IVF، هم they are a very liberal religion. تالي they agree on the most of the assisted reproduction techniques. They accept sperm donation. وabortion is not prohibited، مسموح. وكل حاجة مسموح. أي حاجة مسموح. LGBT اللي هم LGBTQ اللي هم lesbian, gay, bisexual, transgender, queers. دول كل دول مسموح بالحاجات دي كلها. ولهذا أصبحت الهند من الأماكن نمرة واحد في العالم في الريبروداكتوريزم، خصوصا موضوع السرجسي أهو. يعني عايزين يجيبوا الستات بقى الفقراء دول يعملوهم، بيسموها حتى إيه، فيرتيتي فارمز. وأدي إعلان لمركز من المراكز يقول والله إحنا إيج بانك، وي آر سيكينج أنونيمس دونرز، ميك ثاوزندز وايل جيفينج باك تو سوسايتي. يعني هتعملي فلوس كتيرة وهتخدم السوسايتي كمان. إنديان وومنز 21 to 30 years needed. Indian couples are seeking a nominal donor to start their families. وطبعا زي ما قلنا جاي إسرائيلي جاي كابل راح هناك، مكتوبة في الهندوستان تايمز اهي، مبسوطين خالص، جابوا ولد أو بنت أو غيره، والعالم بتاعهم هو وهكذا. ده بالنسبة للهندوسي. يجي بقى للبوزية. البوزية دي ابتداها واحد هندوسي كان المهم. البوزيين قد ايه؟ حوالي نص مليار. طيب موجودين فين؟ موجودين في الصين واليابان وساوث كوريا وبتاع. في ثلاث انواع، المهيانا والترافادا والفايرانا، اللي هي من ضمنها بتوع التبت اللي هم زي الدلاي لاما. هذا نوع من البوذيين، مش كل نوع البوذيين يعني. المهم منتشرين زي ما قلنا كده، وان كان في 4 مليون في 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 نورث امريكا، لان هم وفي اوروبا في 1.3 مليون. هو طبعا هي ديانه يعني هاديه كده اهو. هي طبعا اللي ابتداها سيدهارتا غوتاما كان مير هندي موجود في شرق الهند في منطقه البنغال. كان ابو البنغال هي بنغلاديش اللي كانت باكستان الشرقيه زمان وعاصمتها دكا. فبنغال ده كان هو في البنغال، وبعدين ما عجبوش النظام حكايه الايه الطبقات ومش الطبقات، فعمل ديانة تانية فيها كل حاجة تقريبا في الهندوسية، بس ما فيهاش نظام الطبقات ده، يعني كل الناس سواسية. ولهذا الفقراء دخلوا على طول في البوزي. الفقراء اللي هم مين؟ السنسكريت اللي هم السود الغامقين أو اللي موجودين في سريلانكا وفي جنوب الهند، الحتة اللي بيسموها تاميل نادو. ودي طبعا حرب سريلانكا بعد كده ده اساسها، يعني الاساس واساس للست اللي اسمها اندرا جاندي ابنها لما دي قصه ثانيه. فهم فالبوزا اللي هو سيدهارتا غوتاما هو سابق فلوسه كلها وسبعته ومش عارف ايه، وراح وفضل بقى يفكر في الاليفيشن اوف السول لانتيل هي ريتش النيرفانا اللي هي الذوبان في الملك الاعلى، يعني زي ما بعض الايه الصوفيين يذوبوا في الملك الاعلى نيرفانا. فايت از ا فيري ليبرال، ات از اولسو ا فيري ليبرال ريليجن. ات الاوز يوز اوف اي في اف وذاوت ريستريكشن. سبرم دونيشن از بيرميتد. تشايلد كونسيف فروم دونيتد جينيتيك ماتيريال هاز ذا رايت تو ميت هيز جينيتيك بيرنتس. فدي طبعا حاجه بتحدد اللي بيخافوا الناس اللي بيدوا
السبيرم يقول لك هيطلع العيل بعد كده يجري ورايا ويقول لي اديني فلوس وكلام من ده. فدي برضه نقطة مهمة. نيجي بقى في اليابانيين. اليابانيين فيهم بوذيين بس فيهم ناس بيعبدوا هذه الديانة اللي بيسموها الشينتو، وديانة دي ديانة الإمبراطور. وإيه وممكن الواحد يبقى بوذي وشينتو في نفس الوقت، فتروح تشوف يقول لك 60% بوذيين و60% هو ما الشينتو حوالي يعني 3 مليون مش كتير طبعا، ترى موسي 3 شينتو بس أكثرهم طبعا بوذيين. وفي نيو ريليجنز براكتس ان جابان، التنريكو والشينريكو والمش عارف ايه، في ديانات جديدة بتطلع. المهم what is the law in Japan بقى، وهذا في اليابان يعني التقاليد والقانون which allows IUI IVF ICSI donor insemination is also permitted donor insemination يعني sperm donation بس outside donation is not permitted and surrogacy are not is forbidden وإذا هنعمل IVF إذا كانوا infected is prohibited if both partners are infected with HIV. نيجي بقى للصين. طب الصين ايه؟ الصين عندهم بقى في بعضهم كتير او كتير منهم طبعا بوذيين، بس في بقى الايه الفلاسفه كونفوشيوس ولاو تسي اللي هو بتاع التاوزم، دول بقى they shaped the Chinese culture، تركوا اثر جامد جدا في العقليه الصينيه زي ما حضراتكم اللي هو ولهذا في ناس كتير they don't use the term religion in reference to these لهذه التعليم these beliefs. They call them cultural practices or thought system or philosophies. فكونفوشيوس كان مفكر في القرن الخامس الميلادي او السادس قبل الميلاد او السادس قبل الميلاد، اللي هو انت اللي هو العقل الانساني ابتدى فيه يصل الى مرحله النضج ويبتدي question himself احنا جايين منين وايه الاصل الحياه دي واحنا المده هنروح فين بعد كده، وابتدوا الناس يفكروا، ابتدوا الفلاسفة بتوع الإغريق يفكروا، ابتدوا الأنبياء بتوع بني إسرائيل يفكروا، ابتدوا الناس برضو في إيران كان في برضو الزرادش زي ما هنقول بعد كده وماني وبتاع ويفكروا، ابتدى كونفوشيوس وتاو لاو تسي ده هو ابتدوا يفكروا إيه، فعملوا بقى كونفوشيوس philosophy emphasized personal and governmental morality. يعني هم ما عندهمش ما بيعتبروش ان هو يعني نبي ولا حاجه وما فيش اهلام معينه. والتاو برضو نفس الحكايه وده حوالي 8 مليون بس كونفوشيوس اكتر. وهذا هو كونفوشيوس the Chinese thinker and social philosopher whose teachings and philosophy were deeply influenced people in China, Korea, Japan and Vietnam. وادي لاو تسي an ancient Chinese philosopher and writer known to be reputed author and founder of philosophy Taoism. فبيعملوا ايه بقى الصين فيها ايه بقى الصين نتيجه اللي برضو الفلسفه والكلام ده هو هم الحقيقه عاقلين جدا زي حالتنا كده. يعني بيعملوا ايه بقى IUI اوكي IVF اوكي ICSI اوكي كراو بريزرفيشن اوكي PGD اوكي اللي مش اوكي بقى سيك سيلكشن احسن مننا اهو surrogate motherhood embryo donation gamete donation reproductive clone كل الحاجات دي ممنوعه بس الحاجات ايه اللي مع اللي منطقي وافق عليها موافقين عليها. طيب نيجي بعد كده الفوك ريليجنز اللي هي الديانات الشعبيه ودول حوالي نص مليار 400 مليون 6% من الورلد بوبوليشن. في طبعا تشاينيز فوك ريليجنز وفي افريكان شوف وفي نورث امريكان بتوع الهنود والحوم فدول 6% population associated with particular group of people ethnicity or tribe في الافريكان تريشن في الشينيز فولك ريليجن وفي نيتيف افريكان وفي كمان الاوستين ابوريجينز ودول طبعا ما لهمش بقى ايه دول لازم they follow the law of the land دول بقى ماشيين مع اللي قانون بيقوله ما عندهمش هم يعني القوه الكافيه ان هم يفرضوا ارائهم على الحكومه. فادي مثلا في افريقيا في الفودوز يمكن حضرتك سمعتوا عن ديانة الفودو او دول حوالي 100 مليون وفي الكاندوبلي وفي السانتاريا في ديانات مختلفه يعني among فوتس. وبعد كده في الديانات القليله البهائيين والبهائيين دول حوالي في حوالي 4 او 5 مليون بهائي. دول ايه بهاء الله ده هو جاء عمل نفسه نبي جاء الباب الاول بشر بمجيئه فقتلوه الملة في ايران وطلع في ايران فجاء بهاء الله قال والله انا يعني زي نبي وانا ما زي ما كان في كريشنا وموسى
وبوذا وجيزس ومحمد، انا بقى ايه بقى الله. وخد من كل الديانات كده حاجات الحلوه وعمل ديانه جديده، وعملوا بقى عندهم التمبل بتاعهم اسمه اليونيفرسال هاوس اوف جاستس. هو طبعا هرب من ايران، فراح فين؟ راح حيفا في اسرائيل، وعمل ما كانش في اسرائيل ايامها، ده بقى 1868، وعمل المعبد بتاعه في معابد مختلفه. دي الاو اي في اف اكس اند بي جي دي بات دي دو نوت الاو كاميت اور امبريو دونيشن اور سرجسي، برضه ماشيين على مع المين ثيم، وده العلامة بتاعتهم النجمة التسعة المتسعة دي. في بقى الزوراستريانز اللي يقولوا عليهم المجوس، ده اللي طلع النبي بتاعهم اللي اسمه زوراستر، او احنا نسميه زرادشت. وفي طبعا حضرتكم عارفين القصيد السيمفوني بتاع فاجنر اللي هو الزوش براخت زراشوسترا، هكذا تحدث زرادشت. ولهذا مهم طبعا فاجنر ده اسم موسيقى، موسيقى بتاعته ممنوعه في اسرائيل لانه كان له ميول يعني انتي سيماتيك شويه، ممنوعه في اسرائيل لغايه دلوقتي. فالمهم المجوس دول موجودين طبعا قبل الاسلام، وهو عباره عن حاجه يعني في النور والظلمه، في جود، في جود كويس وجود وحش اللي هو ليفل سبيريت اهريمان واهورا مازدا، وبيتعالجوا على طول مع بعض. دول حوالي 120,000، لهم أسامي زي قمران وشمسان وقمران نزهت والأسامي دي، دول طبعا بيبقوا زورو أسينز. And they allow IVF and ICSI and PGD, and they recently allowed oocyte donation, embryo donation, but the situation of sperm donation is not clear. اللي هم لما حد بيموت عندهم بيسيبوه فوق بتاع لهم زيجورات كده، يسيبوه فوقها لغايه ما تنهش فيه الطيور الجارحه، وطبعا دايما فيه مولعين نار. وكده نبقى جينا للملخص الاخير. وبالتالي ladies and gentlemen, there are some cultures that allow that are very liberal زي الجوديزم والشيع اسلام والهندو والبوذيزم، وفي بعضها are very strict زي الكاثوليك والارثوذكس اللي هي الايسترن اورثودوكس، مش الاورينتال اورثودوكس، الايسترن اورثودوكس. وبعدها في بعضها بقى اللي هي موقفها متوسط وعادل زي السني اسلام، الكنيسه القبطيه، الانجليكانز، البروتستانتس، والصين واليابان. وبالتالي in conclusions ladies and gentlemen, culture is difficult to define, but in matters of birth, death, marriage, divorce, people usually resort to their religious beliefs. Religion plays a major role in people's attitudes towards assisted reproduction, and various religions have reacted to this treatment in different ways. These range from total acceptance to total rejection, with many shades in between. And people and communities will continue debating these issues as long as more advances are made in assisted reproduction. زي ما قلنا مثلا، هل الست مثلا تقدر تشيل الاوفري، ما عندها 2 اوفريز، تقوم شايله واحد منه تعمل له فريزنج، لما تخش بالمنوبوز تجيب الثاني تحطه، يبقى ايه؟ تبقى عندها بدل ما تاخد هرمون ريبليسمنت ثيرابي، يبقى كده عملنا لها اوفري. هل ده ممكن؟ هل مش ممكن؟ طب الاوفري ده ممكن نعمل له بقى ستيميليشن ساعتها ونطلع منه بويضات ونخليها تحمل عندها 70 سنه؟ والله اعلم. With this I come to the end of my presentation, and I would like to thank you very much for your attention. مرسي، مرسي دكتورة شادو. مرسي بروفيسور، مرسي على المحاضرة الـ very interesting دي. وإحنا مستنين أسئلة حضراتكم. بليز لو في أي أسئلة حضراتكم تفضلوا. في سؤال دلوقتي بيقول بروفيسور حسن من دكتور ماجد سعداوي. بروفيسور حسن، your personal opinion and recommendation regarding elective gender selection for non-medical reasons. هو طبعا انا يعني رايي الشخصي ما يعني ملوش اهميه، يعني انا راجل مانياش ما يعني عشت في الشرق وعشت في الغرب ورحت حتت كتير زي ما معظم زملاتنا الاطباء راحوا من اول من الشرق للغرب يعني. فزي ما انتم شايفين حضراتكم الناس افكارها مختلفه، فالحقيقه الاساس انه وي فولو ذا لو اوف ذا لاند. يعني أنا مش مهم رأيي، أنا مهم القانون بيقول إيه. القانون بيقول دي تتعمل خلاص تتعمل، القانون بيقول دي ما تتعملش ما تعملش. إذا أنا بقى ليه اعتراض شخصي عليها خلاص مش هعملها.
يعني طبعا انا يعني حكايه ان احنا ننقي الولد والبنت والحاجات دي يعني برضه حاجه صعبه شويه يعني. فهي يعني الناس اللي بيفكروا من غير انحياز يعني بيلاقوا ان الطريقه دي يعني. والحقيقه ما فيش حد خالص بيجي يقول انا عندي 3 ولاد وعايز بنت. معظمهم يجي يقول والله عندي ولدين وعايز عندي بنتين وعايز ولد. فيعني فده راي الشخص يعني ما يعني ما we follow the law of the land. بروفيسور حسن ناس كتير جدا بتشكر حضرتك, ناس كتير قوي بعتها amazing talk as ever, a real masterpiece, thank you very much. ناس ثانيه بعتها thanks a lot, fantastic. مش لاحقه اقرا الكومنتس من كتر ما هي كتيره. الحمد لله ان هم يعني انبسطوا من يعني اللي انبسطوا للذين قالوا نعم والذين قالوا لا والذين قالوا لا قبل الذين قالوا نعم. لا بجد يعني كمية الكومنتس اللي بتشكر حضرتك على البرزنتيشن كتير جدا. بس انا شايف 7 أسئلة كمان. ما احنا هنكمل. في سؤال بيقول recommendations for ART during the current COVID-19 situation. بقى recommendations for ART procedures. هو طبعا اللورال كوليدج كانت يعني لازم طبعا الست تاخد بالها. والرول كولج قالوا الاول معظم الناس قالوا بطلوا الشغل, بس طبعا هيفضل مبطلين الشغل لغايه امتى؟ مش حاجه مش عشان احنا, عشان المرضى كمان. فبطلنا شويه بس دلوقتي الريكومنديشن انه يعني اشتغلوا بس خلوا بالكم وانتوا في الشغل. فهل الكوفيد لو الست حامل لو جالها هيوصل الجنين؟ والاول قالوا ما بيوصلش, الصينيين قالوا ما بيوصلش, وبعدين ابتدى يظهر حاله وحالتين ظهر في ان الكوفيد بينتقل الى الجنين. ده بينتقل بس هل له تاثير ولا لا؟ دي حاجه مش هنعرفها دلوقتي. هل هو هيعمل كونجنتال اللي هو اللي مثلا احنا هيعمل حاجه زي كده؟ فلغايه دلوقتي مش باين. فهو طبعا لازم الست بقى اللي بتعمل حاجات زي كده تحتاط دبلي, شي شود بي دبلي كوشس يعني, علشان احنا في الواقع ما نعرفش يعني وي دون نو. فده الوضع اللي احنا فيه يعني بالنسبه للاي اي ار تي في your vision for fertility preservation Egypt in next years. في fertility preservation yes. لا يعني حتى يعني اعتقد انها حتزيد يعني ال وضعتي fertility preservation في preservation of the sperm, في preservation of the oocyte, في preservation of the embryos, وفي preservation of the whole ovary. فال sperm preservation لو واحد مثلا جاله بعد شهر كانسر او كده فممكن يتعمل sperm preservation, دي حاجه بتتعمل في معظم الناس وحاجه سهله مش صعبه. ال oocyte preservation بعد حكايه ال vitrification دي يعني برضو بقت متاحه, بس طبعا الناس لازم يعرفوه ان ما تجيش الست تعمل سايكل وياخد منها 5 6 7 بويضات ولا لانه عشان لازم ناخد لنا 20 30 بويضة عشان نبقى رياليستيك. فهي غالبا بتيجي مرتين ثلاث. الامبريوز طبعا دي موجوده من زمان, فلغايه دلوقتي القانون المصري ما بيحددش السنين اللي في انجلترا لازم الامبريوز بعد 5 سنين يتم اعدامها. انما في القانون اعتقد بيفكروا يمدوه شويه لان ما فيش حاجه تقول ان هو انه البويضات بتخسر. دي البويضات ممكن تقعد 2000 سنه في الفريزنج قبل ما تاثر عليها الباك جراوند راديشن يعني, او الراديشن بتاعه الكوزمتيك راديشن يعني. والحاجه الرابعه بقى اللي هي الاوفيريان بريزرفيشن. الاوفيريان بريزرفيشن بقى هي طبعا البطل بتاعها بروفيسور سيلبر, شيرمان سيلبر بتاع سانت لويس, وده صديقنا وصديق الدكتور بطرس رزق طبعا وبيشتغل معاه كتير وبيجي مصر كتير. فهو واللي عمل البريزرفيشن الحقيقه اللي عشان برضو ننبه الناس دكتور محمد بديوي, الاستاذ الدكتور محمد بديوي ده اصلا من جامعه اسيوط من تلامذه استاذنا الدكتور فتح الله برضو زميل الدكتور يعقوب خلف اللي هو بيجي يعمل المؤتمر بتاع كل سنه بتاع الابر ايجيبت. دكتور محمد بديوي ده اللي ما يعرفوش هو ده اللي عمل اول واحد يعمل حفظ للهول اوفري بكارو بريزرفيشن, ولهذا هو خدوه استاذ رئيس قسم في جامعه فانكوفر في كندا وعمل الكلام ده لما كان بيشتغل في كليفلاند كلينيك مع زميلنا وحبيبنا برضو بروفيسور توماسو فاركوني رئيس قسم.
فهو يعني الحكاية دي هتزيد ان ممكن يتعمل whole ovary preservation وبعدين بتاخد steps من الـ من الـ بعد كده بقى من الـ من الاوفري وتتحفظ بقى السيبس دي انت تتحفظ وبعدين تترجع تتحط في بطن الست او او تتحط تحت الجلد او كده. فدي الحكايه اللي انا قلتها دي بقى دي لسه يعني ما حدش بيعملها لغايه دلوقتي ان تتاخد الاوفري ده ويتشال عشان الست تخش في المينوبوز بعد كده تقوم تطلع بس خلوا بال حضراتكم برضو هي بعد ما تخش في المينوبوز وبعدين تحط الاوفيريان تيشو تحت الجلد وهي عندها 60 سنه 70 سنه طب ما احنا لازم برضو نشوف يجي لها بريست تيومرز يجي لها بريست كانسر وممكن يجي لها اندوميتريال كانسر وممكن انها بتاخد هرمون ريبليسمنت ثيرابي بعد سن معينه فبرضو لازم تتابع بهذا الوقت وفعلا ممكن الاوفيريان تيشو ده يستجيب للهرمونز لو اتعمل لو هو اتشال في سن صغير ممكن يستمر هيتشال في سن صغير عشان يطلع هرمونات هو ممكن برضو ايه يطلع اوسايتس اللي يتعمل بقى اي في اف ما تعملش اي في اف طبعا الـ هي بويضاتها يعني مش بويضات حد تاني فيعني ما فيهاش اختلاط انساب بقى وكده والله اعلم الموضوع عشان كده شائك وكبير. اوكي كويستشن تاني من دكتور مصطفى حافظ بيقول بروفيسور حسن your opinion at اي في اف اور اكسي فور وومن مور ذان 40 ييرز. يعني طبعا نسبه الحمل عندهم قليله يعني اي واحده كل ما يتقدم بها السن كل ما النسبه تبقى قليله رايي ان احنا لازم نقول لها مهم جدا نقول لها الكلام الحقيقي ان نسبه الحمل حدود 5% بس طبعا بقى هو ام اي تو تيل هير في دكاتره بقى يحط رجل على رجل يقول لها انت ايه لا انت صغيره قوي لا انت كبيره قوي لا انت عندك عيال كفايه عليكي لا انت عندك 5 لا انا يعني انا ارائي الشخصيه احنا مش شغل يعني في رايي المتواضع يعني مش شغلتنا كأطباء إن إحنا ندي الناس دروس في الأخلاق أو في المورالز. لو أنا في رأيي إن حجم الأسرة المثالي هو طفلين ده مش مفروض ينطبق على كل الناس ومش مفروض إن أنا أطبقه على كل الناس اللي بيقولي مش شغلتي. أنا شغلتي اللي عايز يخلف نساعده اللي مش عايز عايز كونتراسبشن نساعده فإذا كانت الست دي عايزة بس نساعده ونقول له بحق الله نقول لها والله النسبة بسيطة خالص تقول لك لا والله وهتكلفك فلوس كتير والنسبه بسيطه تقول لك لا والله انا يعني عايز اخلف طبعا في ارجمنتس كتيره خالص يعني انا فاكر زمان كان في حاجه طبعا ما احنا ما لناش دعوه بيها في مصر يعني انما كان في واحد اسمه انتينوري كان بيعمل اوف سايد دونيشن لستات كبار وكان بيبقى عندها 60 سنه وتحمل 60 سنه و65 سنه وتحمل سالوه انت ازاي هتعملي ايه في العيل ده بعد ما عندك 65 سنه تقول انا ما كنت صغيره كنت فقيره ما كانش معايا حاجه انا دلوقتي غنيه جدا وحديله احسن تعليم وحوديه احسن بتاع وحديله احسن فانا انا 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 هخدمه وهسيب له ثروه واعيش بيها فالناس لها افكار مختلفه فانا مش شغلتنا ان احنا ندي عايزه تحمل خلاص نساعدها بس نقول لها الحقيقه نسبه حملها 5% لا هتبقى 1% بعد سن 43 هتبقى 1% 2% انت حرة بقى والله اعلم. اوكي دكتور تامر برج بيسأل Islamic and Christian opinion as regards elective abortion for chromosomal abnormalities as down syndrome. لا برضو انا يعني مش انا اللي بقرر هذا مش بقرر هذا هو الحقيقة في السعودية مثلا ما فيش حاجة اسمها أبورشن حتى لو اتعمل لو طلع الطفل مغولي لو تعرف ان الطفل ده داون سيندروم ممنوع ان ما ينزلوه ولهذا فانهم مش ولهذا ما بيعملوش التست اللي هي بتقول لنا الطفل ده هيبقى مغولي ولا لا لان ما في لانه تضيع فلوس ما هو مش حقيقة الناس اللي بيعملوا التست بقى بيبقوا عاملين حسابهم انه هيطلعوا برا البلد يعملوا التيرمينيشن. نفس الكلام كان موجود لما احنا كنا بنشتغل في انجلترا كانوا الناس في ايرلندا ما بيعملوش بقى الالفا فيتو احنا كنا ايامها بنعمل بقى الامنيوسنتيسيس ها ونشوف دلوقتي طبعا في اللي هو النون انفيزيف جينيتك بري امبلانتيشن دايجنوز يعني انما كان ايامها بنعمل الامنيوسنتيسيس عشان نشوف الطفل مغولي ولا مش مغولي يعني داون ولا مش داون فكانوا الايريش ما بيعملوهوش لان الكنيسه الكاثوليكيه وحتى هذه اللحظه لا تسمح باجراء الابورشن.
فطبعا ده رأي الكنيسة الكاثوليكية، وكان هذا هو القانون في أيرلندا أعتقد لغاية السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت بس القانون في أيرلندا سمح بعمل الأبورشن، لأن الستات كانوا بيسيبوا أيرلندا ويروحوا إنجلترا عشان يعملوا التيرمينيشن. فهو كان الكنيسة الكاثوليكية بتمنع الأبورشن. أما بالنسبة للدين، احنا كنا عملنا بقى ميتنج هنا هو لحاجة في اسكندرية اسمها جمعية المصرية للطب والقانون، دي كان أساسها المستشار محمد الجندي النائب العام ووزير العدل السابق وأستاذنا ومدير الجامعة بتاعنا الدكتور لطفي دودار اللي هو برضو وراء بناء مكتبة الإسكندرية، كانوا عملوا الجمعية المصرية للطب والقانون، ودي كان فيها فتحة للطب وفتحة للقانون، وكانوا عملوا ميتنج على الأبورشن، وجابوا الناس بتوع الأزهر وبتوع الشريعة، قالوا لهم إيه؟ قالوا لهم إن الدين الإسلامي الأئمة الأربعة بيسمحوا بإجراء الأبورشن لغاية 3 شهور، وفي 3 منهم بيسمحوا لغاية 4 شهور، لأن دي الوقت اللي بيخش فيها الروح على الطفل الجنين، وبالتالي إذا كان الناس عايزين يعملوا ترمينيشن فمن الناحية الدينية مفيش يعني مسموحة. ده لو الراجل ده اللي قاله الدكتورة أستاذ الشريعة أيامها الله رحمة الله عليه إذا كان توفي، الكلام ده كان سنة 84 أول ما جيت فقال لا، حتى لو شكلها مش عاجبه خايف إن شكلها يتأثر وعايزها تنزل، سأل يا جماعة من أولها أنتوا بتتكلموا على ناس متجوزين ولا بتتكلموا على ناس مش متجوزين؟ ناس متجوزين ما لناش دعوة بيهم، إنما إذا كنتوا بتتكلموا على ناس متجوزين ومش عايزين الطفل اللي في بطن الست ده فإن الشريعة بتسمح بذلك. فقام على طول أستاذ القانون الجنائي ساعتها الدكتور عوض محمد عوض رحمة الله عليه، قال لهم يا جماعة القانون بيقول pregnancy test positive تبقى حامل، لو عملت لها abortion تبقى أنت بتخالف القانون وتجازى تبع القانون المصري. فإحنا في فرق طبعا، إحنا مش الشريعة بتقول إيه والقانون اللي إحنا ماشيين عليه بيقول إيه. القانون بيقول لو نزلت جنين ده يبقى كده أنت مخالف القانون يطبق عليك الحب، إنما الشريعة بتقول إيه؟ الشريعة بتقول اللي أنا قلته. والله أعلم. دكتور عبد المجيد رمزي بيسأل الزواج المتعدد بهدف نقل الجنين لزوجته الأولى. الدكتور عبد المجيد الأستاذ الدكتور عبد المجيد رمزي يعني رئيس أقسام أمراض النساء براس العيني، ده أنا شرف كبير ليا إن هو موجود معانا النهارده. طبعا يعني واحد يتجوز واحده علشان طبعا الكلام ده هو اول ما طلع سالوا الشيخ بن باز رحمه الله عليه، وده كان متشدد وهو كان الشيخ الكبير بتاع السعوديه، فقالوا له لو خدنا بويضات من واحده ست وحطيناها للست الثانيه والراجل متجوز 2 ده في السنه؟ قال لهم والله ممكن لان العبره بالنسب، فهياخد من دي حد. فابتدوا الرجاله في السعوديه يتجوزوا واحده تانية واحده ثالثه علشان ياخدوا منهم بويضات يدوها للست الاولانيه. فاعتقد ان السعوديه رجعت في هذا الكلام، بس ده اللي بيحصل. انما زي ما قلنا في الشيعه، ولا الشيعه الحكايه دي ما عندهم على طول، لان هي بيعملوا زواج المتعه وبياخدوا البويضات من الست الاولانيه يدوها للست الثانيه، وبعد كده جواز المتعة ده يبقى ديزولفت وخلاص بعدها على حسب الفترة اللي هم متفقين عليه. فوالله أعلم الدكتور عبد المجيد، ما أعرفش بقى يعني رأيه إيه هو. دكتور شريف حمزة بيسأل Are we resorting in Egypt to ICSI in general too quickly before using the other methods etc. Monitoring of ovulation I think for example monitoring of ovulation IUI etc. before the age of 30. يا سلام الدكتور شريف حمزه ذات نفسه يا جماعه دكتور شريف حمزه الاول واحد موجات صوتيه، اول ما واحد يجي موجات صوتيه في مصر كلها الدكتور شريف حمزه حبيب الكل، لما جه من المانيا سنه 84 برضو فكرنا بالايام الحلوه اللي كنا هنعمل اول مركز اطفال امين في مصر سنه 84. المهم الدكتور شريف حمزه طبعا يعني بيتكلم كلام مهم خالص خالص خالص، وهيخليني ان انا اقول كلام ما كنتش عايز اقوله. طبعا احنا مبقاش عندنا يا دكتور شريف بيه، انت عارفني من زمان، احنا مبقاش عندنا تريتمنت اوف انفيرتيليتي، احنا بقى عندنا صناعه اي في اف.
حدش بيعالج اي انفيرتيليتي. الست بتروح عندها اوفيليشن بروبلم تاخد اورسين كروميد وما يحصل لهاش المتابعه المضبوطه وما يعني النهارده الناس ما بتعملش بروجسترون. ومع احترامي لكافه الليرنينج مش عارف بوديز وسوسايتيز وبتاع اللي كاتبين الريكومنديشنز بتاعتها، ناس اساتذه قاعدين على المكتب بيشوفوا 3 عيانين في الاسبوع وقاعدين بس يفنطوا كتب وورق ويقول لك الايفيدنس وهم ما عندهمش علاقه بالواقع. طبعا واقفه العينه تيجي ما يتعملهاش بروجسترون، ما يتعملهاش المتابعه المضبوطه، ولما ما يحصلهاش حمل خلاص يلا حقن مجهري، حتى ما فيش اي في اف حقن مجهري وخلاص. فطبعا ده موضوع كبير جدا الدكتور شجيب بيسال فيه. احنا ما بقاش عندنا يعني علاج عقم، عندنا صناعيه طفل انابيب. هو مش فاهم يعني زي اللي بالظبط اللي والله مش عايزين بقى نخش في التفاصيل، انما انا موافق مع الدكتور شريف خالص ان احنا طبعا بن يعني في استعجال جامد على يعني في ناس كتير خالص الاوفيليشن عندهم بتبقى مش حلوه. لو خدوا شويه ابر شويه يعني اف اس اتش ستيميليشن مظبوطه، الناس دول والناس بتوع ريبيتد ميسكارج والناس اللي بتوع اللوتيال فيس ديفكت وكل كل الحالات دي ما بتعمل لها اي في اف، ومع ان الناس دول لو خدوا شويه ابر كويسه وتحصل لهم متابعه بطريقه مظبوطه السكسس بتاعهم بيبقى عالي جدا. وبعدين ايه؟ الناس دول بيبقوا اصلا مش محتاجين لاي في اف، ولو انت اديتهم شويه بروبر اوفيليشن اندكشن بالطريقه المظبوطه هيحملوا فما ياخدوش بروبيشن اندكشن فيتعمل لهم اي في اف على طول. هم انت اصلا لو نفخت فيهم هيحملوا. فيقول لك ايه انا السكسس بتاعي 90% 80%، ما انت يو ار دوينج اي في اف ان نون انديكيتد كيسز، فبعد كده تقول ان النتيجه بتاعتي عظيمه جدا. فده موضوع كبير يا دكتوره شادو. تحياتي للدكتور شريف حمزة. الله. دكتور ابو بكر نشار بيسال would you highlight current social oocyte freezing in Egypt؟ والدكتوره ابو بكر نشار كمان تمام. انتوا بقى انتوا جايبين اتعلم ولا لا؟ بيسال ايه حضرتك؟ would you highlight current social oocyte freezing in Egypt؟ يعني السوشيال اوسايت فريزنج يعني اقول يعني اللي بيحصل فيه في مصر دلوقتي يعني هايلايتنج يعني هو طبعا هو في كذا مشكله في الاوسايت فريزنج كفكره. طبعا انه الستات دلوقتي بيأجلوا الجواز بتاعهم علشان كلهم عايزين يبقوا كارير ويمن وبتاع، فييجوا 35 سنه 37 سنه يفضلوا يأجلوا وبعدين يجوا يقولوا ايه طب احنا نعمل فريزنج للاوسايتس. طبعا لما بيجوا في السن المتاخر ده بيبقى بتعملهم سيميليشن ما بتاخدش منهم اوسايتس كتير. الحاجه الثانيه ان هم اكتر مش متجوزين فالناس ما يقدروش يعملوا لهم فاجينال الترا ساوند. فاحنا انا طبعا العواجيز اللي زي احنا ما اشتغلنا الاي في اف او مشتغلنا الاي في اف كنا عملنا ترانس ابدومينال، فكنا بالترانس ابدومينال الترا ساوند بتطلع البيضات بالالترا ساوند. وان كان طبعا اليلد بالالترا ساوند ابدومينال الترا ساوند مش زي اليلد بالفاجينال الترا ساوند. في ناس يقول لك طبعا اعملها ريكتال، فطبعا ات از نوت يعني فيري نايس وات از نوت الله اعلم الانفكشن ما فيش ريبورتس كتيره في الحكايه لان الحكايه دي مش موجوده في اوروبا. اوروبا عايزه تعمل سوشيال اوسايت فريزنج خلاص بتيجي ما فيش حاجه اسمها فيرجن ومش فيرجن، بتعمل لها فاجينال الترا ساوند وخلاص. فالحكايه دي عندنا في المشكلتين دول، مشكله ان هي الفيرجينيتي والمشكله الثانيه ان الناس لسه مش واعيين فبيجوا في سن متاخر فبيتكلف. وبعدين زي ما قلت ما ينفعش ناخد منها 3-4 بيضات نقول لها خلاص كله تمام كده باي باي، لازم عشان نبقى رياليستيك لازم ناخد منها 20-30 بويضه على الاقل يعني عشان يبقى عندنا فرصه ان احنا نعملها لها الحكايه دي مرتين ثلاثه او اكتر. فطبعا لازم تيجي بدري عن كده. فاذا كنا هنمشي في السكه دي لازم في توعيه للستات علشان يبقوا عارفين ان هم يعني الكارير ويمن دول لازم يبقوا عارفين، والحاجات دي مفروض تدرس الحقيقه في على الاقل في الجامعات يعني. شكرا يا دكتور ابو بكر. يعني دكتور ابو بكر حضراتكم عارفين اكتر واحد عنده محاضرات على الانترنت في العالم مش في مصر، في العالم كله. يعني
أكيد عنده محاضرة في هذا الموضوع. في سؤال أخير من دكتور شريف عبد الفتاح: ICSI is done after 6 months of marriage, is this ethical؟ لا، الدكتور شريف عبد الفتاح مين بقى؟ مش عارف بصراحة، مكتوب شريف عبد الدكتور شريف شيري مش عارفة يعني شيري عبد الفتاح تقريبا، مش باين قوي بصراحة. بصي، اصل في دكتور شريف عبد الفتاح ده استاذ امراض نساء في ويلز، في 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 انجلترا، يعني في بريطانيا، وده والاستاذ بجامعه عين شمس اصلا. هو دي غالبا شيري عبد الفتاح. وفي دكتور شريف عبد الفتاح برضه استاذ امراض نساء في جامعه محمد عبد الفتاح. محمد عبد الفتاح، لا شيري عبد الفتاح، دكتور شيري عبد الفتاح، انا وصلنا على العلوم كل الناس. طب السؤال ايه؟ ICSI is done after 6 months of marriage, is this ethical؟ هو طبعا 6 months في حاله ايه مثلا؟ حاله، هل مثلا دي حاله ايزوسبيرميك، هذا الراجل ايزوسبيرميك وما فيش حل تاني؟ ما اذا كان ايزوسبيرميك وعايزين يعني ما فيش حل تاني، يبقى تتعمل. ولا هو الراجل هم يعني لسه يعني، وبعدين عندهم كم سنه؟ يعني هل هي عندها 40 سنه؟ فطبعا الاجابه الشورت انسر انه لا، طبعا ما فيش حاجه اسمها، لازم طبعا الناس يعني ياخدوا وقتهم في الحمل. بس زي ما بقول يعني، هم يقولوا infertility is a WHO بتقول ايه infertility، انه الناس عايشين مع بعض بقالهم سنة وما حصلش خلفة، يبقى نبتدي نعمل لهم investigation، تعتبر انهم infertility ونعمل لهم investigation. اولا طبعا هم جابوا الحكاية دي منين؟ المفروض سنة ونص، انما ما عندنا ده موضوع تاني، لانه هي البلاتو بيحصل بعد سنة ونص. انما طبعا بتختلف، الناس متجوزين عندهم كم سنة، ناس عندهم 40 سنة، واحدة متجوزة قبل كده مرة ولا مرتين، والراجل متجوز مرة مرتين وما فيش حصلش حمل. وزي ما بقول اذا كان ايزوسبيرميك، طب ما فيش حل لازم يتعمل حتى لو هما في بداية الزواج. ولا هو واحد التحليل بتاعه مش بطال، وهي شكلها كل حاجة عندها مش بطالة، وعندها مثلا 25 سنة ولا عندها حتى 30 سنة، لازم طبعا يتعمل لها proper evaluation. طبعا proper evaluation هي طبعا غالبا دكتورة شيري قصدها على لا لا، هو دكتور شريف عبد الفتاح فعلا، هو كتب دلوقتي دكتور شريف عبد الفتاح بيست اليو كي، بيست اليو كي، ووضح يعني الاسم. لا 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 لا، ده الدكتور شريف عبد الفتاح اللي حضرتك، شريف عبد الفتاح اللي هو استاذ امراض نساء في جامعه عين شمس، وهو حاليا استاذ كبير في جامعه بريستول. و لا، ويعني هو طبعا كان ماسك الام اي تي بالنسبه لنا في الكليه الملكيه، وهو اللي كان بيصفر الناس اللي المصريين اللي بياخدوا بارت 1 وعايزين يسافروا ياخدوا بارت 2 بارت 3 دلوقتي، وافضلوا على ناس كتير. فهو طبعا وجوده في انجلترا متابع الساحه المصريه، وهو طبعا قصده بقى على الناس اللي هم بيكونوا لسه متجوزين يعني، وهم كويسين وسنهم لسه في السن المناسب، لانه طبعا كل اي حد من الناس اللي شعرهم ابيض زي حالتنا، الدكتور شريف لسه شعره مش ابيض قوي، انما طبعا ملاحظ ان في استعجال خالص في يعني في العلاج. وزي ما كنت بقول في الدكتور شريف حمزه، انه احنا ما بقاش عندنا يعني تريتمنت اوف فيرتيليتي، عندنا صناعات اي في اف، تيجي الست خلاص انتوا عايزين عيال، طب خلاص ما احنا ممكن نعمل لكم اي في اف ونخلص. بس هي مش كده، ممكن تعمل نسبة الحمل واحد في ثلاثة، تعمل مرة واحد ثلاثة، واحدة تحمل واثنين ما يحملوش، ده المتوسط العالمي يعني. يعني هل ده إيثيكال؟ طبعا نوت إيثيكال. إذا كان، وأنا طبعا هو مش بيسأل السؤال، هو عارف الإجابة، هو عارف الإجابة، هو طبعا بيقول للناس إن في ناس شايفينكم لان برضه في انجلترا يعني الحقيقه برضه الساحه مختلفه شويه عن مصر يعني، مفيش يعني كان حضرتك وحضرات الناس كانت كلهم عارفين يعني برضه ان مفيش في انجلترا مثلا ممنوع الدكتور يعمل اعلانات على عمود النور، وممنوع الدكتور يشتري وقت على التلفزيون ويعلن عن نفسه بتاع. ففي ضغوط طبعا هنا موجوده هنا ومش موجوده في انجلترا. يا دكتور شريف باشا، انت بتقلب المواجع ليه؟ ميرسي دكتور شريف، وجوده معانا حاجة جميلة جدا. في سؤال شدول الأسئلة الحقيقة كتير قوي، مش عارفة حضرتك قادر تكمل؟
كله، بس مش عارف نعمل ايه. تحت طيب. امرك انا فاضي. ميرسي ربنا يخليك. في سؤال دكتور هو يعني الدكاتره يعني قاعدين، يعني مفيش حد بيخرج الحقيقه من الويبينار. انا قاعد انا طيب. اوكي في سؤال من دكتور ابراهيم حمروش بيقول what about ovarian transplantation in these cultures and your opinion. هو الحقيقه الشخص اللي عمل شغل كتير قوي في موضوع الاوفيريان ترانسبلانتيشن هو اسمه تشيرمان سيلبر. البروفيسور سيلمن شيلبر ده سيلبر ده بتاع سانت لويس، وهو كان هنا قريب يجي كتير في مصر يعني الحقيقه. زي ما قلنا الدكتور بديوي هو اول واحد عمل فريزنج للهول اوفري. فجيه الدكتور سيلبر عمل دراسة، عمل مجموعتين من الناس، عمل ناس بنات عندهم بريماتيور مينوبوز، افتكر كانوا 10 ولا 12 بريماتيور وتوائم وعنده وايه وتوائم اللي هم بيسموهم يعني متشابهين يعني. فخد من واحدة وادى للتانية. ده طبعا احنا عندنا يعني في الاسلام السنه ده يعتبر جميل دونيشن يعني اوفر دونيشن، فهو ما فيش فتوى عليه، بس انا في تقديري ان دي لن يكون مسموح بيها ان تتاخد من واحده وتديها للتانيه حتى لو كانت اختها او كانت بنتها. فدي المجموعه دي وطلع منهم عدد كبير من الناس. المجموعة التانية اللي عملها عملت ناس عندهم كانسر، وحصل بقى ان شلهم الاوفري وخدوا العلاج وبعدين رجع حطلهم الاوفري تاني بعد ما خدوا العلاج وسيرفايفد. وفي عدد منهم برضو انا مش فاكر العدد بالظبط، اعتقد انه كان 14 هنا و 12 هنا حاجة كده، وفي وخلفوا لوحدهم يعني، هو حط الاوفري وعمل وطبعا مايكرو سيرجري بتاعه كده ووصله وحطه لوحده وخلفه طبيعي. فدي برضو ما يعني مجموعة تانية من، فهي بالنسبة للإمكانية الطبية موجودة. الفتوى ما فيش فتوى في علمي على علمي في مصر، بس أنا أعتقد لو تعرضت إن تتاخد من واحدة تانية هتبقى مش مقبول. لو هتتاخد من نفس الست زي ما قلت وبحيث ان هي بتوع الكانسر دول بتتحط بعد كده، بالتالي دي مقبوله ما فيهاش حاجه. اوكي في سؤال من دكتور خالد الدبيكي do you consider AMH with very poor figure as a solid indication of IVF even just after marriage. يعني طبعا the short answer is no. يعني ال AMH طبعا ما هوش يعني هو طبعا very good indicator للأوفيني ريزيرف، بس يعني ايه الأوفيني ريزيرف؟ يعني ايه الأوفيني ريزيرف؟ يعني الست ما عندهاش بيضات كتيرة، طب ما يمكن بيضة واحدة وتطلع منها حام، فما نقدرش ان احنا برضو نحرمها يعني نقرر حياتها كلها على الـ AMH. وبعدين الـ real test اللي هو في الستيميليشن، يعني هل قصده يعني ان احنا واحدة هنعمل لها ستيميليشن، يعني هي عندهاش تبويض كويس وهنعمل لها علاج للتبويض فبنديها علاج التبويض، ولا قصده ان هي واحده هتعمل اي في اف او اكسي، فغالبا قصده هتعمل اي في اف او اكسي. فزي ما بقول يعني الاي ام اتش لوحده مش كفايه، بالاضافه الى طبعا اللي برضو شعرهم ابيض زي حالتنا وعارفين الهرمونات بتعمل ازاي. الهرمونات انا يعني كان حظي كويس وانا في انجلترا عملت دكتوراه تانية غير الدكتوراه بتاعت اسكندرية بي اتش جي بجامعة لندن في ريبرودكتيف كيمستري، فانا كنت بعمل تحليل الهرمونات بنفسي. تحليل الهرمون عشان يتعمل بحق الله لازم الستاندرد كيرف يتعمل تريبليكتس، لازم العينات كلها تتعمل دوبليكتس ويتاخد المتوسط بتاعها، واذا كان الكوفيشنت اوف فاريشن اكتر من 10% تتلغي ويتعمل التحليل مره ثانيه. بس طبعا ما فيش اي معمل في جمهوريه مصر العربيه انا اعرفه او ما اعرفوش بيعمل كده، لان ده معناه ان العينه هتكلفه الضعف، فما حدش بيعمل كده. ولهذا كل التحاليل دي have to be taken with a pinch of salt زي ما بيقولوا في انجلترا، يعني الواحد ما
ينساش كل الكلينيكال اللي قدامه والانتر فوليكل كاونت وشكل الاوفري ايه قدامه، وبعدين يقول لا اصل الانتر فوليكل الام اتش طلع واطي، يبقى انا خلاص حلغي مستقبل الست دي. لا الست دي مش ممكن تخلف له، ما اعرفش. وبعدين اللي بيخش في الموضوع اعمق شويه، حتى الستات اللي بيكون عندهم هاي اف اس اتش وعندهم امينوري بريماتور مينوبوز، في ونادر مش كتير، انا في حياتي شفت منهم 8 تنفار عندي اساميهم خلفوا، فطبعا بيتقال لهم انت مش ممكن هتخلفي بعد كده. وانا كنت بقولت الناس كده زمان، لغايه ما قريت مقاله لواحد اسمه روبرت ريبار. روبرت ريبار ده من تلامذة سامويليان، وكان أستاذ في University of California at San Diego في لاهويا. والراجل ده هو أصبح فيما بعد المدير بتاع الأمريكان فيرتيلتي سوسايتي، واللي عايز يرجع اسمه روبرت ريبار R-E-B-A-R. وفي كل شوية هتبصوا تلاقوا في فيرتيلتي أسريتي أو في هيومر برودكشن تقارير عن ستات اتقال لهم انتم مش هيتخلفوا بعد كده خالص وبعدين حاملوا. فكأن المبيض بيبقى لسه عنده فيه شوية ريزيرف، بينام شوية وبيطلع تاني، والله أعلم. أو إن التحاليل نفسها طبعاً في برضو الـ FSH نفسه والـ AMH الله أعلم بيبقى لهم variants، والتحليل بيبقى الإميونو أسي معمول على variant معين ما بيقسش الـ variant التاني، ويعني الموضوع مش بالبساطة دي، ما هيش all or none كده. فالإجابة القصيرة اللي هي كانت بقى طويلة إنه لا، ما نعتمدش على حاجة واحدة. Okay. Dr. Mohsen Iskander, London, UK. How is IVF service regulated in Egypt? Dr. Mohsen Iskander, ده من الأساتذة الأفاضل اللي بيقولنا مصر هنا هو في كل الكورسات، والحقيقة ما بنقدرش يعني نشكره على كل اللي هو بيعمله لنا، ومعنا النهاردة كمان كتأخيره. هو طبعاً الريجيليشن في مصر ما فيش قانون، بس في نقابة الأطباء هي اللي بتعمل ريجوليشن، يعني هي حتى ريجوليشنز وهي اللي بتراجع الريجوليشن. وإحنا الحقيقة كناس بنشتغل آي في إف في مصر ما عندناش مانع إن إحنا نبقى ريجوليتد، إحنا مش بنعمل حاجة غلط، يعني على علم إن إحنا كلنا ما حدش فينا بيعمل حاجة غلط ومش خايف إن يبقى عليه رقابة. بس هو في مشكلة عندنا تختلف عن انجلترا. لو احنا عملنا قانون، لازم القانون ده اللي يحطوه يكونوا ناس بيقروا ويكتبوا، يكونوا ناس عندهم دراية باللي هم بيشرعوه، لان طبعا الخوف انه الناس مش فاهمين بالضبط، الناس المشرعين مش فاهمين بالضبط ايه الفرق بين الانسيمينيشن على الاي في اف والاكسي والحاجات بقى والبي جي دي والبي جي اس وداي 5 وداي 3 وان احنا نعمل. فالخوف ان ويتحط تشريع وبعدين يبقى في يعني صعوبه جدا ان هو يحصل فيه تعديل او تغيير زي ما حصل في ايطاليا. فاحنا فهو الاجابه على السؤال انه ايوه احنا في طبعا ريجوليشن، بس الريجوليشن دي بتعملها نقابه الاطباء، وهم طبعا اطباء زملاء وفاهمين هم بيراقبوا عليه. اوكي. دكتور اشرف رفاعي بيسال: your opinion regarding cryopreservation in young women with borderline ovarian malignancy or early stage epithelial ovarian cancer. Professor اشرف نصر director gynecology oncology unit. دكتور اشرف. لا طبعا حاجه كويسه، يعني هو في الكرايو بريزرفيشن في الناس اللي هم يعني داخلين عندهم اوفيرين يعني بوردر لاين اوفيرين كانسر. يعني I think if you can يعني I don't think ان الاوسايت نفسها will carry with it the potential of malignancy. يعني انا على حسب علمي انه ممكن طبعا يتعمل بسرعه ويتاخد لهم بويضات وتتشاف على الاقل لغايه ما تبان الامور. يعني انا على علمي لغايه دلوقتي ان الناس لو خدنا منهم البويضات بتاعتهم
مش البوتات دي مش هتحتفظ بالبوتنشال اوف مالينجنسي، لو استعملناها مش هتعمل لها اوفرين كانسر تاني. ولكن يعني وبعدين احنا هنجمتها وهيبان بقى في المستقبل اذا كان هنرجعها او مش هنرجعها، ويسال في ذلك برضو الناس بتوع الانكولوجي. بس يعني ما نضيعش الوقت ناخد نحفظ لها الحاجه طبعا. وشكرا دكتور ناصر. اشرف ناصر. دكتور خلدون شريف من الاردن بيسال: يا خبر. What is your opinion of sex selection for first baby؟ الدكتور خلدون شريف ده انتوا جايبين فتح النهارده كلهم ولا ايه؟ دكتور خلدون شريف ده من 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 فتح للاي في اف في برمنغهام طبعا، مع يعني من الناس اللي اسسوا قسم الاي في اف في برمنغهام، كان ايامها بقى مع الدكتور طبعا يعقوب خلف، الاستاذ دكتور يعقوب خلف والدكتور مسعود افنان والمجموعه الجميله، مع الاستاذ الجميل اللي انا اتعلمت منه بس ما شفتوش اللي هو بروفيسور جون نيوتن اللي كان ماسك مستشفى كينجز كولج هوسبيتال انفيرتيتي كلينك اللي انا اشتغلت فيها بعد كده. ودكتور خلدون طبعا كتبه الجميله بتاع كل اللي بيخش الام ار سي او جي، هو طبعا خريج مصر بس هو طبعا استاذ كبير في الاردن دلوقتي وعنده سنتر كبير. وطبعا هو برضو من المراقبين شايفين انه طبعا اللي في ناس بتعمل حاجات مش مفروض مش غير مقبوله. هو طبعا الدكتور خلدوني كان عارف انه الفتوى في مصر ان ممكن نعمل سكس سيلكشن لو الكابل عندهم اثنين من نفس النوع، لو تو جيرلز وعايزين ولد، او لو تو بويز وعايزين بنت. بس طبعا ما فيش حد بيجي يقول انا عندي بنتين ولدين وعايزين بنت، كلهم بيقولوا عايزين عندنا ولدين وعايزين بنت، عندنا بنتين وعايزين ولد. فطبعا غلط، هي غلط كمان قانون يعني الفتوى اللي طلعت من الازهر ما قالتش كده، قالت لازم يكون في طفلين. بس يعني بقى الله اعلم الناس بتعمل كده ولا ايه. شكرا دكتور ابراهيم عبد اللطيف: I would like to thank you Professor Hassan for this valuable interesting conference. My question: how to diagnose early ovarian aging especially with married working women above 35 years, as your advice for these couples with my respect. يعني early ovarian aging ما هو يعني برضو يعني هو طبيعي ان بيحصل ايجينج، يعني لو قسنا الاي ام اتش طبعا كل شويه بتقل بتقل بتقل، فده الاي ام اتش ده واحد من الاهم يعني بارامتر بنقدر نحكم بيه على الاوفيرين ريزيرف. انما برضو زي ما قلنا اتس نوت ان اول رول، يعني افرض ان هي عندها فيو سايتس بس يعني ما صح احنا نعتمد على حاجه واحده. يعني الاجابه القصيره ان احنا عشان نعرف الاوفيرين يجي نعمل ايه ماتش، بس نكون عاملينه في حته معتمد عليه، ويا ريت نعمله مرتين ثلاثه علشان نبقى يعني مطمئنين للنتيجه. وبعد كده يعني نقول للناس ان هم اذا كانوا يعني مش يعني ننبههم نعمل لهم كونسلنج، لان الستات ما بيبقوش فين اكتر الناس حتى الدكتورات ما بيبقوش عارفين ان الفيرتيليتي بتبتدي تقل من سن 30 سنه. من 30 سنه هم بيتهيألهم ان ما دام الدوره بتيجي لغايه ما عندها 50 سنه يبقى هي متابعه مثلا بعد 40 سنه، انما هو الحقيقه العلميه ان الفيرتيليتي بتبتدي تقل بعد 30 سنه، الريزلتس بتبتدي تختلف من 30 سنه. يعني من 20 ل 30 حاجه، ومن 30 ل 35 حاجه، ومن 35 ل 38 حاجه، ومن 38 ل 40، وبعد ال 40 حاجه، او حتى من 40 42 وبقول 42 حاجه ثانيه. فطبعا يعني الاي ام اتش احسن حاجه. وهافينج سيد ذس طبعا في ناس بيبقوا عندهم يعني يقول لك الاوفيرين ايج از مور امبورتنت ذان كرونولوجيكال ايج، في ستات بيبقى سنهم صغير والاوفري بتاعهم يبتدي يعجز بسرعه، وفي ستات بيبقوا كبار في السن والاوفري بتاعهم كويس وبيستجيب كويس جدا. اوكي دكتور احمد فرهود بيسال: why till now there is no subspecialty for IVF till now in Egypt؟
دلوقتي الدكتور احمد فرهود ده بيتكلم من ابو ظبي من العين. دكتور احمد فرهود ده من كبار جراحين في مصر والامارات العربيه المتحده. طب هو عنده وقت يتفرج على الحاجات دي؟ لا ده احنا يعني ده شرف ليا ان هو موجود معانا. يعني سب سبيشاليتي ان اي في اف طبعا يعني ممكن طبعا يبقى في ناس يعني متخصصين اكتر يعني مثلا في الـ هي اصل يعني هو الاي في اف بطبيعته يعني في سب سبيشاليتي. ازاي يعني؟ مثلا استئصال الرحم هو في دكتور واحد بيعمل استئصال رحم ومعاه واحد مساعد او اثنين مساعدين، انما هو الاي في اف بالضروره ما بيبقاش الدكتور لوحده، بيبقى فيه ناس بتوع المعمل بيعملوا الجزء المعملي، وحتى بتوع المعمل في ناس بيبقوا ماسكين السيمينولوجي وناس ماسكين الاورولوجي، ولو في بي جي دي في حد بيبقى ماسك البي جي دي، وممكن يبقى في واحد كمان شغلته ان هو يعمل الفيرتيلايزيشن، وبعدين حتى الستيميوليشن في الاماكن الكبيره المراكز الكبيره بيبقى مثلا مش نفس الدكتور اللي بيعمل كل حاجه، في دكتور بيعمل المواجهه الصوتيه وبعدين الفريق بيجتمع بيقرر ايه اللي هيتعمل وكده. فهي طبعا يعني فكره كويسه ان يتعمل اساينمنت لكل واحد يبقى هو يعني قصدي. فبالطبيعه ان الاي في اف از مالتي ديسيبلينري سبيشالتي. وشكرا دكتور احمد. احنا عارفين تعبنا حضرتك، بس هناخد اخر سؤال معانا النهارده. سو في لسه بعض الاسئله الثانيه، بس يعني مش عارف راي حضرتك ايه. فاضل 42 سؤال. لا لا خلصنا منهم كتير. 52 شات. اوكي طيب اخر سؤال دكتور عمرو سالم. I work in UK. It is not allowed to do IVF except if BMI below 30. What about Egypt and what's your opinion? طبعا هو عايز اوضح حاجه بس كتر خيره طبعا، وميرسي على السؤال الجميل، وتحياتي من مصر للمملكه المتحده. واحنا كلنا يعني اولاد المملكه المتحده، ما اقدرش اقول غير كده. في حاجه مهمه، طريقه الرعايه الطبيه. يعني هو مين اللي بيدفع الموضوع ده؟ يعني هل الحكومة هي اللي بتدفع، ولا هل الشخص هو اللي بيدفع زي مصر وأمريكا، ولا الحكومة هي اللي بتدفع زي إنجلترا وإسرائيل والدنمارك والسكندنافيان كونتريز؟ طبعا الحكومة لما بيحصل إنه العيان الحكومة بتدفع له، لا يعني صاحب المال بيشترط، يقول يا جماعة انتوا بتعملوا اي في اف وتطلعوا لنا تريبلتس، وبعدين التريبلتس دول يخشوا الحضانات، كل واحد فيهم يكلف الحكومة البريطانية قد كده في قد كده. لا انتوا غصبا عنكم هترجعوا اثنين بس، او هترجعوا واحد بس، هترجعوا واحد لغاية سن كذا واثنين لغاية سن كذا، واحنا اللي هنحدد لكم ترجعوا كام. فده طبعا لان الحكومة هي اللي بتدفع، وإذا كانتش بتدفع كله فبتدفع جزء كبير، كان بتدفع التام، بتدفع الكونسيكونسز، وبالتالي دي يعني من حقهم يعملوا كده. فطبعا احنا في مصر يعني طبعا احنا الأوزان عندنا كبير. هل الإفكت، هل لما البي ام بيبقى زياده هل ده بيأثر على النتائج؟ طبعا بيأثر على النتائج. فهو طبعا الواحد بينصح الناس ان هم يقللوا الوزن، بس طبعا متوسط الوزن في مصر غير متوسط الوزن في انجلترا. يعني هم عندهم 30 ده هو يعني حاجه كبيره قوي، احنا عندنا هنا 85 30 دي حاجه عاديه جدا. فطب وفي امريكا كمان نفس الحكايه. فيعني هو هم ما يقدروش يعملوا لان الحكومه بتفرض عليهم كده لاسباب يعني مدروسه بقى بما يخش فيها الاقتصاد مدخل كبير. انما اذا كانت العينه جايه زي ما قلنا قبل كده في اللي عندها 42 سنه وعايزه تخلف، ما اقدرش انا اقول لها
ما اقدرش ما ما لا انت كفايه عليك كده انك مش ما لان انت احتمال بتاعك صفر، لان الاحتمال بتاعها مش صفر، هو ممكن يبقى 5% ممكن يبقى 3%. فانا ما يصحش ان انا اقول لها انه الاحتمال بتاعك 20%، بس ما يصحش ان اقول لها الاحتمال بتاعك 0%، خصوصا اذا كانت هي اللي هتدفع. انا ما استغلهاش ماديا يعني، ممكن بس لازم اديها النصيحه المظبوطه بحق الله وهي تقرر، وهي اللي تقرر. نفس الحكايه بالنسبه للناس اللي وزنهم كبير، لان برضو من ناحيه اخرى في حاجات تانية يعني، في الناس بيجوا يقولوا والله دي هو التخن ده يعني، هي دي يعني حاجة غلط عملتها المريضة، ولا هو التخن ده برضو له يعني سبب وراثي، وان هو بيجري في عائلات معينة يعني، هل هو ده ذنبها؟ وهي ازاي احنا are we not discriminating against her؟ يعني احنا لو في انجلترا وجات لنا واحدة مش متجوزة، او واحد وجايب صاحبه وعايزين يعملوا IVF، ما نقدرش نقول لهم لا، لان كده تعتبر discrimination. انما لو جات واحدة عندها BMI 31 نقول لا لا مش هنعملها لك. طب وهل ده ما يعتبرش discrimination؟ برضو في حاجات مش سهلة قوي في الإجابة عليها يعني، ملهاش إجابة سهلة، والله أعلم. ومرسي جدا على السؤال الجميل الجميل. بروفيسور حسن بنشكر حضرتك بجد على والله، ومرسي على كل الناس يعني الميتنج الرائع، بنشكر حضرتك على الانتراكشن، بنشكر الاتنديز طبعا او الاميننت دكتورز على الانتراكشن اللي فعلا بيدي دايما ساينتفك فاليو تو اور ميتنجز. بنشكر رويال كوليدج، بنشكر الايجيبشن ريبريزنتيف كوميتي اوف ذا رويال كوليدج ان ايجيبت. وبس في اخيرا ايفالويشن حابين حضراتكم تملوها. This is for our progress in our next webinars and to take more steps forward in our next webinars. وتاني بنقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، ونتمنى تملوا الـ evaluation form ونشوف حضراتكم في meetings جاية بإذن الله. شكرا لكم. شكرا بروفيسور.